السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا باللقاء بكم من جديد في هذا الموسم الثالث من برنامج دارنا على قناة حنابال اللي متعودين تستقبلوه كل يوم في دياركم وما كنتم موجودين بداية من الأربعة متاع العشية حتى لحدود الستة غير ربع. واليوم وبصفة استثنائية نتلقاو معكم قبل بسويعة توا ماضي ثلاثة ودرج ونتواصلوا معكم حتى الخمسة ونص متاع العشية على خاطر اليوم باش نحتفلوا بزوز مناسبات. مرحبا ياسمين. مرحبا بك وليد ومرحبا بيا في دارنا. أكيد أكيد مرحبا بك دارنا. موسم جديد كما قلت من برنامج دارنا. توحشونا. أنا ريتو تفعلوا معنا على صفحة الفيسبوك تفعلوا معنا برشا نقولوا لهم رانا توحشناكم وإذاك علاش رجعنا لكم وهم توحشونا زيدا. أكيد احنا كنا فرحانين برشا كي نقابلكم في نهار كيما اليوم على خاطر نحتفلوا بزوز حاجات، حدث على صعيد خلينا نقول عالمي وحدث على صعيد وطني ويمز زاد كيف كيف كل مشاهدينا في العالم العربي. أول حاجة نحتفلوا مع بعضنا بعيد الحب، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين خير باعتبار اليوم نهار 13 فيفري ليلة 14 فيفري سان فالونتان نحكيو بعد شوية أو عيد الحب خلينا نقول بالطريقة العربية والتونسية. وكيف كيف اليوم نحتفلوا مع بعضنا بحدث مهم جدا بالنسبة لنا في قناة حنابال اللي هو العيد ميلاد 15 لقناة حنابال التلفزيونية. حنابال تطفي شمعات على 15 سنة من التألق. 15 سنة عايشك سنين دايمة ولد الدار عاد أنت ما عادش غريب ولد الدار. 15 سنة من التألق 15 سنة من الصعاب اللي مرينا بهم. احنا نحكيه يمكن غيرنا ما يحكيوش نعرفوا برشا قنوات تلفزية تعديت برشا صعاب لكن احنا من العبيد اللي تحكي قلوبنا هكا محلولة ونحكيه في كل شيء لكن هذية خلينا نزيد ونقوموا أقوى خلينا نزيد ونقوموا ونشدوا صحيح نشدوا صحيح على خاطر المشاهدين أوفياء لينا على خاطر حنابال في العديد من المرات احتلت المراتب الأولى وهذا في نسب المشاهدة ونسب المشاهدة كي نقولوا نسب مشاهدة نقولوا مشاهدين الأوفياء اللي نحبوهم بوسهم برشا ونقولوا لهم راهو عيد ميلادنا احنا معاكم انتوما وبكم انتوما وكي تقعدوا أوفياء لينا وكي تتبعونا وتنصحونا وتنقدونا زيدا. قناة حنابال كما تعرفوا انطلقت في البث بتاعها من 15 سنة كانت أول قناة تلفزيونية خاصة في تونس مش فقط ولكن هي تعتبر أول قناة تلفزيونية خاصة في العالم العربي اللي تبث انطلاقا من 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 بلادها يعني من ارض الانطلاق خلينا نقول خاطر الفتره هذيك كانت حنابال هي الاولى بالفعل وبعد تبعتها مجموعه من القنوات المصريه. كان فما قبل قنوات اخرى مركز تلفزيون الشرق الاوسط الام بي سي كان يبث من لندن مش من السعوديه فما كيف كيف راديو التلفزيون العربي الاي ار تي ما يبثش من مصر او من السعوديه ولكن يبث من افريزان ومن ايطاليا. ولكن اول قناه تلفزيونيه عربيه خاصه تنطلق في الإرسال من أرضها من بلادها هي قناة حنابال. هذاك علاش اليوم قناة حنابال صحيح جمهورها كبير في تونس ولكن مش فقط في تونس جمهورها كبير في ليبيا في الجزائر في المغرب جمهورها كبير في المشرق العربي جمهورها كبير من الخليج إلى المحيط ونكونوا ديما سعداء جدا وقت اللي نتواصلوا معاهم وقت اللي نشوفوا ليزيكو نشوفوا ردة الفعل نشوفوا الصدى نتاع برامج حنابال وما كنا موجودين خاطر حتى كي نتنقلوا خارج تونس نقولوا حننتميوا لقناة حنابال حنابال التونسية نعرفوها وهذه حاجة ما تنجم كان تفرح أولاد القناة. حنابال يسميوها زيدا بالبرامج الفاغ بتاعها يذكروهم ونذكروهم زيدا مع بعضنا نذكروا منهم المسامح كريم نذكروا منهم دائرة الضوء بلا مجاملة زوم على ثقافة دورية ساعة صفر والعديد والعديد من البرامج. طب كل مرة نعطيكم هكا لمحة على البرامج اللي تعديت على قناة حنابال اللي خليت البصمة بتاعها واللي إلى حد الساعة هذه حتى كي نخرجوا للشارع يذكروهم السادة المشاهدين ويذكرونا بهم في وسط الشارع كما قلت لي. احنا اكيد اليوم مش نحكيو على قناة حنابال على مختلف البرامج المحطات كما كنت تحكي ياسمين على الصعاب هذاك علاش بعد شويه باش يكون عندنا لقاء مع اول منشطه ظهرت للجمهور وللمشاهدين على قناة حنابال وكيف كيف باش نستقبلوا اخر المنضمين من المنشطين لقناة حنابال. هذا الكل واكثر بكثير في موعدنا لليوم. خليكم معنا ساعتين ونص فيهم برشا احداث فيهم برشا اخبار فيهم برشا لقاءات فيهم برشا استضافات والبدايه شنو رايك نبداوها بالغناء بالفرحه هابي بيرثدي تو يو قناة حنابال لكل العاملين فيها من الكبير للصغير خليني نقول باش ما ننسى حتى حد وكيف كيف لكل المشاهدين على خاطر بلاش مشاهدين ما فماش قناة والجمهور هو المتلقي الاول والاخير لمحتوى هذه القناه. اليوم باش نبداو لقانا بهابي بيرثدي تو يو الفنانه اسمها حاله ترك نبداو معنا لقانا لليوم في دارنا. هابي
هابي هابي هابي هابي لقناة حنا بعل والكل العاملين قناة حنا بعل، مديري قناة حنا بعل، إطارات قناة حنا بعل، تقنيين وصحفيين قناة حنا بعل، أكيد كل عام وإحنا حيين بألف خير، وأنتم زاد السادة المشاهدين كل عام وأنتم حيين بألف خير. حبينا نبدأ بالأخبار، قسم الأخبار وتعرفوا اللي الأكتواليتي بوليتيك حتمت نفسها وخليت روحها في الصدارة على خاطر يظهر لي حتى شارع التونسي اليوم مع اللسان، وكان الأخبار وتشكيل الحكومة والحكومة وهذا الكل ما نجم نحكيه معها كان مع محمد علي العياري رئيس تحرير قسم الأخبار. مرحبا بك محمد علي. أهلا بك ياسمين، أهلا بك وليد. كل عام وانت حي بخير ياسمين، وانت زادة وليد، وكيف العاملين بقناة حنا بعل. هذه مناسبة طيبة ديما نستحضرها في كل عام فيما يتعلق بعيد ميلاد قناة حنا بعل. كما قلت انت ياسمين قبيلة، نذكروا برشا البرامج اللي تعدت في القناة والبرامج اللي باش تتعدى زادة في قناة حنا بعل، لأنه فما استمرارية على الدوام بالنسبة لقناة حنا بعل فيما يتعلق بالبرامج نتاعها. فما برامج تعداو حلوين وشفناهم ومازلنا مواصلين. احنا الباب الكبير، احنا الباب الكبير هذاك اللي ديما فيه الأمل. بالضبط ياسمين، فما برسمي برشا برامج تعداو في قناة حنا بعل ومازالوا معروفين لحد هذه اللحظة، كما حنا بعل في حومتنا، يعني تقريبا وين تمشي تسمع كان حنا بعل في حومتنا. هذا برنامج كان قبل ناجح في حنا بعل، إلى حد الآن فما برامج أخرين ناجحين إن شاء الله. حتى في الإعادة بتاعه ناجح يا محمد علي. فما زاد برامج أخرين ياسمين جاية في المستقبل إن شاء الله، في المستقبل القريب بالنسبة لقناة حنا بعل، وإن شاء الله باش يكونوا زاد هما برامج ناجحين. تقريبا كل الأرقام تحكي على نجاح قناة حنا بعل بطبيعة الحال بالإمكانيات المتوفرة، لكن النجاح هذا تكشفوا الأرقام دوما فيما يتعلق بإحصائيات سيجما كونسي اللي تضع القناة في المرتبة الأولى، في المرتبة الثانية، في المرتبة الأولى في بعض الأحيان، اللي تخلي القناة معناتها تتصدر المشهد الإعلامي. مش جديد على قناة حنا بعل الموضوع هذا، لأنه قناة حنا بعل رائدة في مجال الإعلام، هي أول قناة خاصة في تونس وليد، هي قناة اللي أنجبت ولا تزال تنجب العديد من الإعلاميين سواء في تونس وإلا في الخارج، لأنه برشا إعلاميين موجودين حاليا في وسائل الإعلام خارجية خاصة في مواقع إخبارية عربية. كانت بدايتهم في قناة حنا بعل، وبرشا منشطين وبرشا إعلاميين موجودين توا في قنوات أخرى تلفزية تونسية خاصة، هم كذلك أبناء قناة حنا بعل. إذن قناة حنا بعل هي مدرسة، والتاريخ علمنا إنه المدرسة ما تنهارش، إنه المدرسة دائما تقعد هي المدرسة مهما كانت الظروف. أكيد نحكي شوية على قسم الأخبار اللي عنا الانطلاقة بتاعه كانت في 2013، أسسنا القسم هذية وليت عنا نشرة إخبارية موجودة نحكيه عليها هذية. بطبيعة ياسمين، هو قبل 2013 كانت فما بعض التجارب فيما يتعلق بالأخبار خاصة بعد الثورة. تعرف أنه بعد الثورة انفتح المجال أمام وسائل الإعلام باش يتناولوا أكثر المواضيع السياسية والمواضيع الاجتماعية والاقتصادية، لكن بعد في تقريبا سنة 2013 تقريبا كانت البداية الأولى للأخبار في قناة حنا بعل، ومنذ ذلك التاريخ إلى حد يومنا هذا الأخبار يعني يومية، تقريبا كل يوم فما نشرة أخبار في قناة حنا بعل طيلة يعني الستة ولا سبع سنوات. كل يوم فما نشرة إخبارية، كل يوم العمل دؤوب من أجل تأمين النشرات الإخبارية بالمحطات اللي شفناهم كل، وبكذلك بكل المحطات كما قاعدين نشوفوا هنا في التقرير هذايا وفي المشاهد هذوما صبر الآراء اللي حكيت عليهم سيجما كونسي واللي يحكيوا على المراتب اللي تبوئتهم قناة حنا بعل فيما يتعلق بالمشهد الإعلامي. هذا مسلسل سلطان عبد الحميد، كذلك ديمونش حنا بعل، ودي ذئاب، مسلسل قيامة أرطغرل، وما أدراك ما مسلسل قيامة أرطغرل، يعني هذا المسلسل الحدث والمسلسل التاريخي الضخم في العالم، ومش فقط في قناة حنا بعل تمكننا نحن من جلبه وتمكننا من بثه طيلة أجزاء الخمسة لحد الآن، يعني واللي مازال متواصل وليد مازال وياسمين مازال متواصل المسلسل هذايا على مدى مطول في قناة حنا بعل، يعني مازال عنده برشا أحداث وبرشا حلقات والأجزاء مازال تتالى، خاصة أنه توا حاليا فما قيامة عثمان، يعني المسلسل هذايا التشويق نتاعو مازال متواصل. لكن خليني توا نحكي على موضوع نسب المشاهدة، نشوفوا بعضنا انه نسب المشاهده في قناه حنا بعل فيما يتعلق بالعام 2019 كانت متميزه. القناه خرجت من مرحله معينه وانتقلت في سنه 2019 وولات في المراتب الاولى تقريبا. 2019 شفنا فيهم القناه موجوده في المرتبه الثالثه، هذه احصائيه رسميه يعني بالنسبه لسيجما كونسي. كذلك في نفس السنه كانت عندنا المرتبه الثانيه، في بعض الاحيان المرتبه الثالثه، قعدنا متراوحين ما بين الثالثه والثانيه، في وذلك بفضل يعني البرمجة الثرية اللي كانت موجودة، كذلك بفضل الانتخابات اللي نعرفه انه انتخابات 2019 يعني
القناة يعني عملت برمجة خاصة. متميزة وبرمجة خاصة ومتميزة في الانتخابات هذه اللي خلتنا نشدوا انتباه المواطنين. البرمجة هذه ما كانت فقط ربما بتواجدنا على الميدان أو بالإمكانيات فقط، إنما كنا متميزين في موضوع النزاهة والحيادية. في موضوع الحيادية هذا هو المهم، لأن المواطن توا واعي ويعرف يفرق ما بين الناس اللي عندها برشة برشة إمكانيات وبرشة برشة فلوس وتوظف الفلوس هذيك من أجل يعني العمل من أجل أجندة معينة، وما بين ناس يخدموا من أجل الحياد ومن أجل الموضوعية ومن أجل أنه يكون المشهد الإعلامي نزيه. هذا هو تقريبا اللي خلانا ندخلوا لقلوب العباد. احنا كنا موجودين لكن زدنا دخلنا أكثر لقلوب العباد، وخاصة في المناطق في الجهات الداخلية، لأنه قناة حنا بعل موجودة في الجهات الداخلية في أعماق تونس، موجودة بكثرة وموجودة في كل دار تونسية، لأن القناة تقريبا الوحيدة اللي تقدم منتوج إعلامي راقي، منتوج إعلامي نزيه، ومنتوج إعلامي منفتح على الجميع، وكذلك منتوج إعلامي ينجم يدخل موجه للعائلة، موجه للعائلة وينجم يدخل لكل دار تونسية. في كل دار تونسية تنجم قناة حنا بعد تكون موجود. اللي لاحظناه محمد علي أنه كي نشوفوا احنا نسب المشاهدة ونقرأوا لي كورب نتاع سيغما كونسي ديما فما الفيرتيكال هوريزونتال، معناها شكل أفقي وعمودي، ونشوفوا التوقيت وأوقات الذروة في المشاهدة. سامحني لاحظوا كانوا فما يعني حتى طبيعة المشاهد قاعدة تتغير، فما إقبال أكثر على المادة الإخبارية، على البرامج السياسية، نشوفوا النسب المشاهدة العالية مع سماح في يحدث وغيره. تحس أنه نوعا ما حتى طبيعة المشاهد وتقبل البرامج بدأت تتبدل في الفترة الأخيرة. بالضبط، الآن الاهتمام ولا بالأساس على البرامج السياسية، الناس كل لاهية بالشأن العام في البلاد. نقولوا الشأن العام نقولوا الجانب الاقتصادي والاجتماعي، لكن بالأساس نقولوا الجانب السياسي والجانب المتعلق بالحكومة ومتعلق بالبرلمان وتقريبا كل ما هو يهم الشأن السياسي في البلاد. المواطن ولا واعي في المرحلة هذه ويحب أكثر يشوف شنو قاعد يصير في الجانب السياسي، هذاك علاش يتوجه أكثر للبرامج السياسية. حكيت على برنامج مع سماح وبرنامج يحدث في تونس، زوز برامج متميزين، وهذا بشهادة بطبيعة الحال الإحصائيات الأخيرة اللي كي تشوف تقريبا التوجه بتاع الإحصائيات هذه ترقى أنه الفترة الممتدة ما بين مع سماح وما بين برنامج يحدث في تونس وما بين مسلسل قيامة أرطغرل وما بين الأخبار، يعني الفترة هذه كل قناة حنبعل تكتسح المشهد الإعلامي. هذا هو توقيت الذروة، نقول نحن البرايم تايم، هذا التوقيت بالضبط، هذا التوقيت المهم في كل دار تونسية، لأن الناس كل وقتها كل تروح. إذا هذا اللي خلى قناة حنا بعل متميزة في المجال هذا بالبرامج هذوما زوز، اللي هما زوز برامج. علاش هما متميزين؟ على خاطرهم البرامج يقدموا منتوج إعلامي ومنتوج للمشاهد يكون فيه حياد، لأنه هذا هو اللي عودتنا به قناة حنا بعل، حياد ونزاهة، والناس الكل تكون مشاركة في الحوار هذايا. المشاهد ما عادش خلينا نقولوا ما عادش معناتها نجم تعداها عليه، لأنه مجرد أنه يقف بالضبط، مجرد أنه يقعد يتفرج في التلفزة يعرف أنه الحوار الموجه، وأنه الحوار اللي تحاول منه القناة أنه توجه رأي عام في شكل معين، والحوار اللي ينجم كي يسمع ديبا بوليتيك، ينجم يخرج بمعلومة وينجم يخرج بفكرة على السياسيين وعلى الشخصيات السياسية. هذا اللي يقدمه برنامج يحدث في تونس وبرنامج مع سماح، أنهم يقدموا منتوج إعلامي هادف، الهدف متاعه الأساسي هو إنارة الرأي العام وتقديم الرأي العام وتقديم للرأي العام المعلومة. السياسيين المعلومة وكذلك السياسيين للرأي العام بالشكل اللي هم عليه. اليوم كي تشوفوا قناة حنا بعل تحقق في نسب مشاهدة عالية في المركز التوب 3، يعني المركز الثلاثة الأولى، ديما هذا يحط فريق العمل وإدارة القناة والقناة الكل معناها في 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 في, في نقطة في مهمة برشا، ضغط ومسؤولية أكبر. معناها شنو باش يجي من بعد؟ شنو هي رؤية القناة في الفترة القادمة؟ كيفاش نجموا نزيدوا نطوروا؟ كيفاش نجموا نكتسحوا أكثر النسب المشاهدة على صعيد وطني أو على صعيد إقليمي؟ بالضبط وليد، هذه اللي قناة حنا بعل تعمل عليه في سنة 2020. سنة 2020 إن شاء الله بالنسبة لقناة حنا بعل بطبيعة الحال فما برنامج مع سماح وبرنامج يحدث في تونس، كذلك فما مسلسلات هامة. عندنا مسلسل قيامة أرطغرل اللي هو معناتها مسلسل الحدث في العالم الكل، موجود على قناة حنا بعل في الجزء الخامس، كذلك المسلسل الجديد اللي تبث فيه قناة حنا بعل وانطلقت البث نتاعو الاثنين الفارس، هو مسلسل السلطان عبد الحميد، هو مسلسل تركي رائع. ومسلسل رائع بأتم معنى الكلمة، لأنه أنا ما كنتش نعرف المسلسل يعني بتفاصيله وبجزئياته، لكن قريت عليه وسمعت برشا عباد تفرجوا عليه ويحكيوا عليه. مسلسل حقيقة يعني بديت نتبع لأنه مسلسل تاريخي ومسلسل يعني يروي قصة حقيقية تخرج بحاجة، يعني كي تفرج في مسلسل
تخرج بحاجه. حتى بس حاجة يعني حتى اليوم معناها يعني فما تعرف التاريخ، تعرف الاحداث وسيروره الاحداث في طبيعتها، يعني هذا اللي يخلي المشاهد انه يشوف مسلسل ويتفرج فيه. كيف وكيف قيامه أرطغرل سلطان عبد الحميد؟ بطبيعه الحال السلطان قيامه أرطغرل مسلسل تقريبا تو حاليا عامل قرابه 1,500,000 مشاهد، وهو يتصدر نسبه المشاهده في كافه المجالات. هذا اللي ذكرته سيما كوسي في اخر الصبر وفي اخر احصائيات لها في شهر جانفي، تقريبا عندنا الصوره كان يوريوها الزملاء في قسم الاخراج. يعني هذا بالنسبه فيما يتعلق بمسلسل قيامه أرطغرل. كذلك مسلسل سلطان عبد الحميد، المراقبين يقولوا انه المسلسل هذا كيف كيف باش يحقق نسب مشاهده عاليه على قناه حنا بعل، ويمكن انها تتجاوز بكثير احصائيات مسلسل قيامه أرطغرل. هذا كذلك في شهر فيفريل 22.7%، هذا اخر احصائيات خرجت هي الجمعه اللي فاتت في سيجما كونساي. هذا طبعا قناه حنا بعل في المرتبه الاولى ب 22.7%، تليها قناه الحوار، ثم النسمه، ثم الوطنيه 2 والتاسعه. يعني قناه حنا بعل هناك كما قاعدين نشوفوا في البار دو مارشي اللي هو موجود في اسفل الشاشه، قناه حنا بعل عندها وزن كبير في الموضوع هذايا. لهنا في نهار 7 فيفري يعني تقريبا الجمعه اللي فاتت حنا بعرف في المرتبه الثانيه. الصوره اللي بعدها كذلك الزملاء يورينا قيامه أرطغرل في المرتبه الاولى 1,476,000 مشاهد. بعده هو نرقاو يعني ما تبقى من المسلسلات. هنا نشوفوا الفارق ما بين المسلسل الهادف والمسلسل اللي فيه قصه والعباد تحب تتفرج فيه، ومسلسلات اخرين كيف ما مش نقول عليهم اللي هما خايبين، لكن كذلك فما نوعيه اخرى تاع مسلسلات. انا في اعتقادي انه المشاهد التونسي في الفتره هذه يرغب انه يشوف مسلسل تنجم تدخله للعائله كما مسلسل قيامة أرطغرل. هو مسلسل متميز، بقيه مسلسلات ما نحبش نقول عاديه، ولكن مسلسلات كما بقيه المسلسلات، ولكن قيامة أرطغرل كوميرسيال نقول المسلسلات الاخرين، خاطر كي نشوفوا قيامة أرطغرل هو حدث هام كمان، وحدث تاريخي ويحكي تاريخ. يمكن قبل ما كانوش نغزروا المسلسلات التاريخيه بالنظره اللي قاعدين نشوفوا فيها مع الخدمه بتاع المسلسل قيامة أرطغرل اللي يخليك يشدك للحكايه، يروي القصه هذيك، يروي احداث تاريخيه هامه، ويخلي المشاهد هو والعائله معناتها كبار وصغار يتفرجوا فيه معاه، فمش كاتيجوري معينه، مش صعيب سلس زاده. صحيح كما فقط نكمل وليد، كما قلت انه مسلسل سلطان عبد الحميد من حسب المراقبين باش يحقق نسب مشاهده اعلى من نسب مشاهده بالنسبه لقيامه أرطغرل. هذا كله ياسمين بفضل يعني العمل الدؤوب اللي يقوموا به ابناء قناه حنا بعل، كذلك الاداره والابناء تاع قناه حنا بعل. نشوف نسب المشاهده هنا لكورب، نسب المشاهده في الكورب كما قاعد تشوف وليد تقريبا من 8 حتى يكشي للعشرة، وقبل الثمانية تقريبا قبل الثمانية من 7 حتى يكشي للعشرة القناة حنا بعل الكور يطلع نسب المشاهدة، نسب مشاهدة. هذا هو التوقيت البرايم تايم، هذا هو التوقيت الذروة بالنسبة لنا، مازال ما حسبناش دارنا لا دخل جديد في الشبكة، دونك ان شاء الله في الكورب الجاية ترجع شوية لتاني نولي بنهرب عن نفسي فيما يتعلق بالمسلسلات. كما قلت ياسمين هذا كل يعود بالفضل لابناء قناة حنا بعل، كذلك للإدارة لتوجهات عامة فيما يتعلق بال البرمجه اللي مفترض انها تكون ثريه ان شاء الله. فما برامج اخرى باش تكون موجوده في قناه حنا بعل في القريب العاجل، البرامج هذه باش تكون ثريه، باش تكون متنوعه، مش فقط قناه حنا بعل تعتمد على المسلسلات، لكن ايضا برامج السياسيه والبرامج المنوعاتيه والترفيهيه اللي باش ترجع هذه معناتها مفاجات ان شاء الله يشوفوها المشاهدين في المستقبل البعيد. هذه كل شنو يحيلنا في الخلاصه ياسمين ووليد، هذا يحيلنا انه رسائل طبعا نحب نوجههم للمستشارين انه قناه حنا بعل قاعده تقدم بخطى ثابته وقاعده تتوجه، والامل نتاعنا انه سنه 2020 باش نكونوا نحن في المرتبه الاولى ونزاحموا بقيه القنوات في هذه المرتبه، لانه ما نقصنا حتى شيء، عندنا نسبه المشاهده، عندنا البرمجه الثريه، عندنا الاحترام والتقدير والرؤيه الايجابيه من طرف الجميع فيما يتعلق بالامكانيات نتاعنا، فيما يتعلق بالنزاهه والحياد اللي معروفين به في قناه حنا بعل. اذا نحن قاعدين نعمل من اجل انه نكونوا سنه 2020 ستكون سنة الصعود بالنسبة لقناة حنا بعل، خلينا نقول سنة الإقلاع بالنسبة لقناة حنا بعل، ونكونوا في المرتبة الأولى. هذه كلها رسائل طبعا نحب نوجهوها إلى المستشارين من أجل نقول لهم أنه راهو البرامج بتاعنا كما المسلسلات هي ستكون على الأمد الطويل، وبالتالي فإنه المناخ الاجتماعي في قناة حنا بعل مستقر، وبالتالي
القناه ستكون في المراتب الاولى باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا نحبوا نسلم عليك بالورد، نهجو لك المشموم هذا في عيد الحب اكيد، هي من اهداء زهور عبد الكريم بن صالح. ان شاء الله كل عام وانت بخير مره اخرى، وان شاء الله مبروك العيد الميلاد 15 لقناه حنا بعد، وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله ديما فرحانين ومتالقين ان شاء الله. نمشيو للموسيقى. قبل ما نمشيو للموسيقى زاد خلينا نذكروهم اللي عنا زوز نشرات اخباريه، واحده الساعتين بتاع القايله فيها اهم الاخبار اكيد الوطنيه والمحليه والعالميه، ونشرت الاخبار بتاع 8 واكيد يشرف علينا سيد محمد علي العياري. الاخبار الكل من نجم تلقاوها كان على قناه حنا بعد. ميرسي محمد علي. شكرا ياسمين يعطيك الصحه. نمشيو للموسيقى، وهذا اغنيه كليب باش نحكيوا عليه بعد شويه مع الفنان سفيان صفطه. في بيرداي قناة حنا بعد، انا عاوز اذكركم اللي احنا في برنامج دارنا نحتفلوا بال 15 سنه قناة حنا بعد تطفي شمعة 15. اذاك علاش ما نجموش نحتفلوا من غير جاتو؟ اذاك علاش حضر معنا الشيف لطفي بالعربيه، شيف تلاسا سوس، وجاب لنا الجاتو بتاعو باش نحكيوا معاه. مرحبا بك شيف. سلام ياسمين، شنو حوالك؟ شنو حوالك لبريسة؟ كل عام وانتم حيين بخير. يعيشك ربي يفضلك. حنا بعد كلمه مدرسه شويه عليها، انا ديما نقول طريق النجاح. تفضل قناة حنا بعد، إدارة حنا بعد، نشوفوا في المشهد الإعلامي المغطي ما شاء الله الكفاءات التونسية، مغطية تقريبا جل العالم، خلينا نقول العالم، علاش؟ لأنه موجودين في المشرق وفي الخليج، في دول المغرب العربي وفي أوروبا بطبيعة الحال، هذا كل كان نتيجة مدرسة حنا بعد، اللي هي ساهمت في تعريف الوجوه سواء في الرياضة، في الإعلام، في الثقافة، في ما نساو زاده في المطبخ التونسي. أي. اللي كانت هي السباقه، القناه الوحيده في تونس وفي الوطن العربي الكبير، القناه الوحيده اللي هي عملت انتشار وعرفت بالمطبخ المنتوج نتاعنا اللي هو المطبخ التونسي متميز. فضل حنا بعد وفضل برنامج دارنا اللي هي فيه فقره خاصه من كوجينا. ان شاء الله ان شاء الله بيانتو، ان شاء الله ان شاء الله بيانتو للمستمعين والمشاهدين عفوا ياسمين اللي تبعوا فينا الجاليه التونسيه اللي في تحيه في ليهم بالذات. تحيه ليهم الكل، يبعثوا لكم السلام الناس الكل. احنا شايف ما نجمو كان نعتزوا بشهاده كيما هكايا هكا، احنا نخليكم انتوما تعبرونا على حبكم، نخليكم انتوما تعبرونا على شنو رايكم في قناه حنا بعد، شنو رايكم في برمج قناه حنا بعد، شنو رايكم في اللي نقدموه لكم، ونقبلوا انتقاداتكم اكيد. وميرسي بوكو على هالشهاده الحلوه يا شايف، والباب محلول اكيد، باب محلول. وكما قلت انت المدرسه طريق المدرسه طريق النجاح، اللي يحب ينجح ويحب يتعرف ياخذ وياخذ فرصته ياخذ فرصته. تفضل قناه حنا بعد. مرحبا بيه، مرحبا بيه، مرحبا بيه. دونك قلنا عيد ميلاد القناه ما ينجم يكون كان بالجاتو، وليده كمان غاديك يحضر في سنيه للجاتو. جبنا اليوم باش نعملوا خبزه جاتو سبيسيال بمناسبه العيد 15 قناه حنا بعد. جبنا شويه جنواز، شويه قناش، شويه كراميل، شويه كراموبير، عملنا الفارس نتاعنا، حضرنا البسكوي اللي هو الجنواز عظمه وسكر وفارينه لاباز الباز، وعملنا الكراموبير نتاعنا اللي هي المكونات نتاعها الزبده والسكر والحليب وشويه فاني، عملنا زاد القناج اللي هي الباز نتاعها الشوكولا كوفرتير والكريم فريش. جبنا شويه فرويساك، انا اختصرت جبت شويه بوفريو، عملنا كالماليزي، شويه ناباج، شويه باتاموند. بطبيعه الحال مازلنا قاعدين في التحضير، فتره التحضير، مازلت بعد شويه نحضروا مازال مازال احنا اللي يحب على الريسيت يرجع لصفحة الفيسبوك البرنامج دارنا يتواصلوا معنا هكايا، نخليكم لغوسات بتاع الجاتو بتاعنا. احنا مازلنا مواصلين معكم ساعتين ونص باش نحكيو اكثر لديتاي على الجاتو هذا، ونحكيو اكثر اكيد مع ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين ويأثوا هالحلقة الخاصة من برنامج دارنا اللي نحتفلوا بها بالعيد ميلاد رقم 15 القناة حنا بعد. هابي بيرثداي قناة حنا بعد. بألف خير إن شاء الله، عام مبروك وسعيد على مشاهدي قناة حنا بعد. نذكر كون واحد نحتفل مع بعضنا بالعيد ميلاد 15 للقناة، وفي كل مرة نحاولوا أكيد نذكروا مجموعة من المحطات اللي مرت بها القناة على امتداد 15 سنة، وأيضا نكونوا سعداء برشا وقت اللي أبناء القناة وما كانوا موجودين يحتفلوا مع القناة نتاعهم بالعيد ميلاد هذايا. وكي نقول أبناء القناة مش معناها كان العاملين في القناة، ولكن كل اللي مروا في القناة، كل اللي صوتهم يوصل في القناة، كل اللي أعمالهم تتعدى في القناة،
وذاك علاش واحد من الفنانين اللي ايضا نكونوا فرحانين برشا كل مستقبلوا بحذنا في استديوهات قناه حنبال. ما نجم نكونوا كان فرحانين نحكي اكيد على فنان تونسي قاعد يحقق في نجاحات كبيره. يحبوا اللقبوب الروك ستار اللي كان نجم نقولوا على خاطر عنده ان توندونس ان بو روك خليني نقول في البرودكسيون نتاعو. فرحان برشا المستقبل بحذنا الفنان لو روك ستار بوب ستار زوز مع بعض روك وبوب خلينا نقول بوب روك. سفيان صفتا مرحبا بك معنا وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. ربي فضلك وليد. حنا بعل نحب نقول لك ان شاء الله كل عام انتم حي بخير. حنا بعل ما هي الا واحنا اي ما هي الا مؤسسه لكن كيافي لام نتاع القناه هذه هما الناس اللي خدموا فيها والناس اللي مروا من القناة هذه ما مروش مرور الكرام. معناتها القناة هذه خليت البصمة متاعها. وأنا إذا باش نحكي على الانيفرسير متاع حنان بعل هو سيوسي الانيفرسير دو ما كارير بروفيسيونيل. معناتها بمعنى أنه أول تغطية الكونسير معناتها عملته هيلا ذوادي توت ليكيب. نتذكر وقتها سيتي على اوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك. هلا يمكن اللي تسمع فينا تو تتذكر الذكريات هذيا. دونك عام قداش هذا؟ 2004 2005 هكاك مع 2004 2005 دونك هذاك هو. دونك سيتي فيت دو لا ميوزيك 2005 وقديش كنت فرحان وقتها. هلا جات صورتنا وتعدى اون بوكل وقتها الحفله تعدات ولي كوليس. معناتها كانت حاجه جديده ولي بلاتو حتى في الديريكت كانوا يتعاودوا برشا. انطلاق القناه كان بالحق فرصه مهم لبرشا وجوه اعلاميه وفنيه دورت الفتره هذيك. وبصراحه معناتها كانت البرامج البرامج بالنسبه للفنان التونسي كانت معناتها ما تعرف كان متنفس خاطر كنا وقت اللي قبل نتعداو في التلفزه الوطنيه كانت التلفزه برك. دونك الفنان وقت اللي يعمل انسول باساج قناة 7 وقناة 21 نحكيو على لي فاريتي الكبار. لي فاريتي كانت في قناة 7 دونك كون تو في باساج مع لو غران عبد الجبار البحوري يلزمك تقعد لو مينيموم 3-4 موا على خاطر تبدا تفهم روحك تقول انا ما نجمش تعديت اليوم وبعديك طالب انك بعد بشهر باش تتعدى ولا يستدعوك. دونك كان الارتيست بلوز موا كانت يافي اون كالندري. وقت اللي جيت حنا بعل دونك كان الساعة ديجا لي توندونس موزيكال كانت اوفيرت. معناتها بدات تنفتح على الـ على 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 لي جون على على لي توندونس ارتستيك جدد. اون بلوس حسينا اللي الناس اللي يخدموا لهنا قرب لنا خاطر في العمر معناتها نجموا نتفاهموا نجموا نحكيوا. معناتها فما بارير تكسر. اون بلوس زاد تحيه كبيره للانسان اللي امن بالفكره هذه العربي نصره. نقول له ان شاء الله الف تحيه ليك وان شاء الله نتمنى له الصحه والعافيه. دونك الناس كل اللي تعداو من القناه هذه الكل لي زانيماتور الكل كيما علاء كيما عفاف كيما عبد الرزاق الشابي كيما إيمان الكل معناتها كانت علاقة كبيرة برشا تجمعنا بالناس هذوما. سورتو وقت اللي جاء ليميسيون تاع بلام وجاملة كانت ليميسيون اللي في ليبوك هذيك سيتي ليميسيون فار واللي كانت عملت معناتها عملت واللي تلعب راس براسها ولا حد رياضي شكون كان ينجم يدردع التصويره نتاع الاودينس نتاع لحد الرياضي نهار لحد. معناتها جات ايميسيون كولتوريل اللي هي فريمون انا نتذكرها كيما عندي توا كانت بلا مجامله بلا مجامله سيتي اون ايميسيون معناتها كان تقريبا انا ما نعرفش اذا تصلحوا لي المعلومه ظهر لي كان اول تولك شو من نوعه بالطريقه هذيك في تونس. حريه كبيره ياسر زاد معناتها اللي تعداو كيما ريم قيدوز اللي تعديت وليد الانيماتور صحيح لطفي اي وليد زراع لطفي سي الحبيب سي احمد زاد الكل معناتها اللي هيلا كانت هي عاد سي لو شيف دوركستر. معناتها هيلا كانت هي معناتها اللي تحضر لي زيميسيون. دونك انا وقت اللي قناه حنا بعل وقتها كانت فريمون حاجه يونيك جديده بيان سور المشهد العربي معناتها انه ديجا اذا ولينا نحكيو ان الكولتور واللي تعمل نسبه مجاده سي ديجا حاجه كبيره ياسر. اما وقتها في تونس بالنسبه كيما قلت لكم راه نهار لحد كان نهار معناتها سيتي لا جورني سا
كخي دو سبور معناتها في الليل الناس اوتوماتيكمون الوطنيه تجي لالهاله ذوادي وسي زراع وكيك ليكيب ويعملوا طبيعه المشاهد يبدلوا طبيعه المشاهد معناتها ويخدموا على يتبعوا ولا الساعه ولا كونفرنس اغلبيه التوانسه عندهم تلفزه واحده في الدار معناها هذيك الرجال يحبوا يتفرجوا على الـ على الـ على الـ على البرامج الرياضي الرياضي والنساء والشباب يحبوا يتفرجوا على في الثقافه والفن معناها لا وخلقت نوع من الحركيه غير عاديه على خاطر ولات العرض والا المسرحيه والا الفيلم اللي يجي توثقوا بلا مجامله سيتي اون كارت فيزيت حتى للمهرجانات خاطر مدير المهرجانات كانوا يتبعوا حتى لي كوليس خاطر وقتها الناس ديجا المحلين كانوا دو كاليتي وعندهم وزنهم وفما نوع من التحقيق انفستيغاسيون كان كولتوريل يمشيو للسين ولي كوليس واول مره نشوفوا الكواليس بالطريقه هيك زاد معنى الحاجات الايجابيه اي ما زاد حتى الحاجات السلبيه كان يقطع الطرق لها ونقدها بشكل مباشر بعدها معناتها الفكره هذيك ديجا معناتها الناس اللي كرونيكور ولاو دي فيديت واحد كيما معناتها لو كرونيكور لطفي الاعلامي لطفي العماري معناتها معناتها سي غراس ليميسيون هذيك خاطر الناس ما كانتش يعرفوا الصحافي اللي يكتب دونك تعرفوا عليه اعلاميا وشافوا شخصيته في الاميسيون هذيك معناتها دونك هذه ايميسيون انا معناتها كان لي شرف اني تعداوا لي وقتها 2008 ونتذكر معناتها التوا جو غارد ليميسيون هذيك على خاطر ريم قيدوس دفعت عليا بشراسة ونذكر وليد زراعة خاطر وقتها كونت يمون بريزونتي قالوا ان جون معناتها يعني في حاجة جديدة يا اخي وليد قال كيفاش ان جون سيد عنده جيتار ب 10 ملايين وقتها انا دوما مخرج الجيتار دوبل موش ما يعرفوش ما يعرفوش في بلاك معناتها نتاع نتاع الحكاية انه الجيتار هذيك لا اون هيستوار فهمتني قال قريب يبكي وقتها دونك سيتي الاسعد زاد برج ولايا قبلي معناتها عملنا معاه ديزيميسيون كانت لهنا مريم بن حسين بتحية شخصية هو في الريجي اي هذايا نفس استوديو هذايا عملنا فيه اون ايميسيون كانت تتعدى الصباح والله نسيت ما كانت مريم برنامج الصباح مع ايمان وقتها؟ لا مع مريم مريم بن حسين مريم بن حسين هذه اول ايميسيون صباحية ومن بعدك الكل يزون ديفيلي معناتها في البرنامج دونك لهنا كل انيماتور وكل بلاصه كل مخرج كل لي كاميرامان يوليو صحابنا لي كادرور لي الناس اللي في الباب انا توا في دوما دخلت في الباب معناتها بالبوس والتعنيق انا نعتبر ولد معناتها فما قنوات يتبناو ديزارتيست هذوما حنا بعض من القنوات اللي فريمون معناتها ماهوش رمي ورود والورود موجوده اما كوميم للناس اللي تبع فيا انا وصلت حتى عملت جوري معناتها مع عبد الرزاق سيتي اخر توا عنا عاملين وقتها كانت برنامج لحد يعطي فرصه للي جون دونك انا وكنت انا وغازي العيادي معناتها على ديمونش عنابال على ديمونش عنابال واللي كانت فرصه حتى للناس نقول مثال الشاله نقول ولا ما نقولش؟ لا ما نقولش؟ لا يحكي على ديمونش عنابال قلت له نقول ولا ما نقولش؟ ما نقولش باهي ما تقولش دونك هذيك هي معناتها كنا نجيو وانا زاد الانيفرسير هالي 2012 وقت تنبك الخوضه والثوره وكل شيء عملنا اون فاريتي كبيره وكانت هيلا اللي عملت الاعداد نتاع معناتها عندي ذكريات حلوه في القناة انا حاب نسالك على اول مره دخلت في القناه الحلبة انا اتذكر بالكدا في عام 2005 الفتره هذيك انا كنت وقتها في التلفزه التونسيه في قناه 21 والاعداد لقناه حنابع في 2004 2005 كان الفنان صديقنا محمد الغضاب اللي نتوجه له بتحيه هو وخو كانوا يجيو لهنا بحكم علاقتهم بالسي العربي نصرة وكانوا يجيو يحكيوا لنا على الانفراستركتور وستوديو كبير ووقتها احنا معنا ماذا بينا يكون فما ستوديو بالحجم الموجود لهنا اليوم في قناه حنابع الكل ويقول له كان تشوفوا الكبر نتاع الستوديو والبلافون تكنيك والكاميرا الموجودين كانوا يحكوا لنا على حاجه معناها من باب الخيال العلمي في الفتره هذيك حبيت نسالك على تتذكرش اول مره زرت فيها القناه نتذكر اول مره زرت فيها قناه حنابعل عملت ان باساج مع عفيف الغربي سيتي لا سواري دو لانيفرسير نتاع القناه لا سيتي راس العام دونك كانت فما سهريه كبيره واول مره معناتها دخلت الاستوديو وشفت لي لوميير هذوكم بون الوطنيه معناتها هذيك امنا وكل شيء لكن كانت فما
استوديو 9 وقتها مازلت ما جيتش للقناه المقر مقر المبنى الجديد 9 واستوديو 12 دونك لهنا اول حاجه عجبتني سيتي لي كوليس للراحه لي لوج لو كونفور انه كل ارتست مكتوب اسمه انه فما ناس معناتها تعمل لك لاسيستانت معناتها نتوصلك للوج نتاعك تلقى الجو تلقى الحلو فما اي ان كونفور معناتها كنا مانيش مستنسبين سين بي في القناه الوطنيه اون بلوس زيد كنت فما فما نوع من الراحه سورتو كيما قلت لك معناتها في القناه الوطنيه زمنا نحكيو على اون ايبوك اللي كان كل شيء منظم ستركتوري حتى الكلام بالفرنسي ما تنجمش تخرج نامبورت كوا فما نوع من الحريه نوعا ما اكزاكتومون حتى شويه القواعد اكزاكتومون حتى في نوعيه الاغاني جات مع الاعلام الخاص جات مع الاعلام الخاص والحمد لله معناتها انه جاء معناتها جات ناس على انفستي في دومين اللي هو يعتبر ماهوش كيما باش تانفستي في الحليب ولا في الشوكولاته الاعلام حاجه مبهمه لكن فريمون الا دوني الفروي والحمد لله فما ناس مازالت تخدم وواقفه على القناه هذه. انت باش سمعنا حاجه بالمناسبه هذه راه عندنا كيما قلنا عيدنا عيدين باحتفالنا بعيد ميلاد قناه حنبال وكيف كيف بعيد الحب ان شاء الله كل عام وتوانسه الكل حيين بخير لكن قبل هذايا عندك حفله خيريه في الايامات هذه اكزاكتومون ساعه عندنا حفله عيد الحب باش نمشي اول مره انا باش نمشي لمدينه صفاقس باش تكون في نزل اول مره باش نمشي نغني معناتها دون ان كادر باغي دونك بالنسبه لي انا جمهور صفاقس جمهور جديد دونك يعطيهم الصحه لاهالينا في مدينه صفاقس دونك الموعد نهار 14 يدخلوا على الانستغرام الفيسبوك يلقاو لي ديتاي باش ما نعملوش اشهار مجاني دونك صحابي معناتها مرحبا بكم اللي في صفاقس نهار الجمعه باش يكون في نزل معناتها اكسترا اوردينير هو ديجا الى في لوفرتور نتاعو ما عندوش برشا نهار الجمعه نهار 15 باش نكونوا في حفله خيريه مع لاينز كلوب سكرة دونك هذوما المداخيل نتاعهم باش نعملوا تهيئه المدرسه في ريف من ارياف تونس وباش نحاول لو ماكسيموم اني ابار الحفله هذه الخيريه انه نعملوا اون سال pour les activités culturelles autant que في المدرسه تنت لها وتاثيثها tout ce qui est des instruments de musique tout ce qui est vidéo projecteur باش تشوفوا سينما tout ce qui est des toiles matériel de peinture donc هذه هي الحاجات اللي عارفه هذا نهار السبت تاخذ الميكرو بلادور ناخذ الميكرو واختار شو تحب تسمعنا ما نعرفش كان فما جيتاره نتاع لا لا من غير جيتاره عملنا حاجه اكابيلا شلون نغنيو 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 جوايز انيفرسير لحنبال انت حنبال اللي تحب جوايز انيفرسير حنبال اي علاش لا اي نغنيو نتاعي اه مدام شحال انا من غادي قبل اي نغنيو نقول للناس انسى هموم الكون هاي ميساج خلينا في جو الفرح هاي انسى هموم الكون وخليك مجنون خلي ضحكتك تحكي عليك حب الخير للكل عيش الدنيا فل خلي الناس تفرح بي أو بيك ومحلاها الدنيا دونك نقول محلاها تونس محلاها بلادنا ان شاء الله ربي يخليها تستناونا كيما قلت لك مواد مارس فما الفستيفال نتاع سيكا جاز اللي هو باش يكون ايفينمون كبير ياسر في مدينه الكيف ان شاء الله وفي لو 28 فيفري ان شاء الله في لو 28 فيفري فما فستيفال جاز المدينه في المدينه العربي سي ان غران فستيفال في الطاهر الحداد لو 28 في فستيفال جاز المدينه جاز المدينه جاز المدينه في العاصمه ان شاء الله اوكي ميرسي بوكو يعطيك الصحه كل عام وانت حي بخير وان شاء الله كل عام وانتم حي بخير كل عام وحنا حي بخير كل عام وتونس حي بخير وهابي بيرثداي هابي بيرثداي قناة حنا بعل نعاود نذكركم اللي برنامج دارنا برنامج في حلقة خاصة وفي أبي خالص على خاطر نحتفلوا كما قال زميلي وليد بالعيدين عيد الحب وعيد ميلاد قناة حنا بعل 15 أكيد ومن هنا نحب تحية السيد العربي نصرة تحية السيد فوزي عز الدين تحية المدام نجوى الراحوي مدام منيا بن مبروك وزيدا ما ننساوش نترحموا زيدا على سي لطفي سلامي ومحمد
محمد شبوح ربي يرحمهم وينعمهم، وهذوما اسامي اكيد تعلمنا منهم، وهذوما اسامي كبرنا على لي ديريكتيف بتاعهم هما، وهذوما اسامي زاده وقفوا القناه حنا بعل منذ البدايه. نرجعوا لبرنامج دارنا ونرجعوا على اولاد الدار البرنامج دارنا، واكيد الحرفيه انيسه روابح تنورنا زاده في الجورني سبيسيال، وحبت تعمل لنا انت بلو سبيسيال اكيد عيد ميلاد القناه. مرحبا بك انيسه. قناة حنا بعد كل عام هي الخير. دونك حبيت حاجة تام اللي فيه اللوغو نتاع حنا بعد والكنزيام انيفرسير نتاع حنا بعد في وسط إطار نتاع بانتور. الرسم اللي باش نحاولوا نرسموه هو بالكتب، يتسمى الرسم بالسكين. بالسكين. أي بالكتب. احنا اليوم مش نعملوا سبيسيال للقناة، لكن انتم الطريقة هذه تنجموا يعملوها حسب الديكور تاعهم. فوالا احنا هكايا باش نحطوا الورقه هذه لو بابيي ديكوباج هذايا، ينجم يكون واحد من تصاور العائله بار اكزومبل. فوالا احنا باش نحطوا بالنسبه لنا احنا البلوز امبورطون توا هي حنا قريت حنا بعد أكيد. هو نجم نعوضوها كما قلنا باي فوتو من الفوتو نتاع العائله نخرجوها. شنو نستحقوا انيس؟ باهي اللي باش نستحق لاكول ديما تعرف انت الكولاج نتاع البابيي، دونك نستحق الكول هي الاولى. نستحقوا ان بانسو بانسو دو سوبور. دونك نبداو هنا باللاكول. حضرت الكولاج كما قلنا الكول هي الاولى، نعملوا الكول تحت. احنا هنا باش نختار البوزيسيون اسكو انكليني والا جوست هكايا اوريزونتال. دونك نخدم الكول تحت منها ديريكتومون كما تشوفوا هكا نيتال. يعني سوا التوال هذيك نشريوها من المحلات المختصه تو تلقاو انواع التوال توت لي ديمونسيون موجودين. نجموا فما حتى اللي نخدموا على لي كومبوزيت، لي كومبوزيت دو 3 والا دو 5. داكور. دونك تابلو كبير تابلو صغير. هنا جي ايتالي لا كول، كول تو سوبور، النوع نتاع الغيره اللي تمشي على جميع المحامل بسونس لونغور ولارجور، ونحط جو بوزيسيون كيما هكايا. وهنا باش نعاود ناخذ الكول مره اخرى. خاطر كيما تفكر في الكولاج عم ناول خدمنا الكولاج على دو زيتاب. دو زيتاب دونك خدمنا من الوطه باش لصقنا البابي بتاعنا، ونخدموا من الفوق باش نكملوا نعمل نخليه واش لهوي. يعطيك الصحه. دونك باش نبدا من الميليو من الوسط ونمشي جو ديغاج فير ليكستيريور لي بولدار كيما هكا، باش ما نخليوش كل هواء ما بين البابي اللي باش نعملوا له الكولاج والتوال هيك. علاش؟ دونك هذه هي البارتي الاولى، وإذا كان كيما هكا نلقاها ناقصة شوية دونك جاجوت نزيد دو لاكول أكثر ونعاود. راهو البابيي هو النيفو 1 في الفورماسيون نتاعنا كي باش نقريو احنا بانتور تو سوبور. الكولاج نتاع البابيي يبقى هو النيفو 1 اللي يتعلمو التلميذ خاطر من أسهل الحاجات. دونك نجي للوتر مواتيي توا الشطر الثاني، نعاود في سعادة هنا خفيفة ونعاود نمشي من الميليو كيما قلنا فير ليكستيريور. دونك هذايا ريان كو خاطر اللوغو كان باش نخدموه مانويلمون اي لوغو باش يستحق منا اكثر وقت. اكيد. دونك حابين نعملوا كولاج دو بابي. يظهر لي فرصه زيد انتم اللي تتفرجوا فينا هكايا ومازلتوا ما عندكمش فكره على الهديه اللي باش تهديوها في عيد الحب، فرصه هكايا تشوفوا هالطريقه هذيا. مش واحد يعمل انتابلو بيرسوناليزي على خاطر طريقه تخليك تنجم تعمل حاجه ليك انت خاصه بك انت، وتهدي هديه خاصه مش كوميون وماهيش كوميرسيال. كما قالت نجموا تاخذوا في بلاصه اللي احنا خذينا اللوغو اليوم بتاع قناه حنا بعل على خاطر نحتفلوا بعيد ميلاد قناه حنا بعل، لكن انتم تنجموا تاخذوا تصويره مرتك، تصويره راجلك، تصويره العالم عائلة الكل مع بعضكم، وتعمل لو بتي تابلو. حتى انتم صغيرات تفرجوا فينا اكيد تنجموا تعاودوا الطريقه هذه على خاطرها سهله يظهر لي يعني. بالطبيعه، ونتمنى ديما العائلات التونسيه انهم يشاركوا صغارهم في الاعمال كيما هذيا. لي زاكريليك اللي نخدموا بهم ما فيهمش ريحه قويه، ما فيهمش يعني ماهمش مضرين بالصحه نتاع الكبار ولا الصغار. توا الكولاج هذيا سي تيرميني كملناه. اون فوا الكول يشيح راهو يولي ترونسبارون. فوالا. دونك هذيا باش نخليه ليتاب هذيا دو كوتي. خليها بحذايا، خليها تشيح في عقلها. وهنا باش نجبد باش نخدموا الدوزيام لوغو اللي هو الكنزيام انيفرسير. باش نحاول هنا نخدموه رابيدمون باش ينجم يشيح لنا في ساعه زاده. شنو هنا باش نستعملوا التقنيه نتاع السكينه؟ لا الكوتو هي اخر مرحله الثالثه الاخر. هنا باش ناخذوا
لابات هذه بات سيراميك ماهيش كما اللي خدمتها اخر مره. البات سيراميك اللي تيب في الفور كانت تفكر الماج اللي خدمته في عيد الحب اي هذيك هذيك بات نوع نتاع بات كالصلصال اللي يدخل الفرن مده درجين. هذه نوع نتاع صلصال ما يدخلش للفرن بالكل يشيح في الهواء فوالا الير ليبر دونك وما يقلقش معناتها في اليدين ما فيش ماتريون نخافوا على صغيراتنا منه ولا حاجه حتى تعرف سي كونسو اصل في للروضات وللصغار باش يخدموا به الكل هذايا ابازدو دونك كالعاده كي باش نخدموا باي بات نستحق للبلانش هكايا بلانش هذيا ونستحق للنوع نتاع القلقال اللي باش نحل به شويه تو بتي بو لابات نتاعنا. علاش انا تقول قايل دخلت البات علاش باش يبدا فما رولييف في التابلو اون ديغي معناتها كي اللي في 3 دي ولا ياتك صح اللي في 3 دي هذاك هو وديجا خدمنا عليه قبل اللي في 3 دي بعديد الطرق من بينهم الطريقه هذه نتاع لابات. دونك هنا جوست بالكوتور نشوف الكبر نتاع لابات خاطر عندي اللوجو نتاع ال 15 انيفرسير هو اللي يحكم فيا تنوريك اللوجو هذا فوالا هذا هو اللي باش نحاول نحطو نتبعو اون رولييف دونك الكبر نتاعو هو اللي باش نحرك شويه القلقال لين نوصل للنيفو فوالا ابوبري مازال شويه برك على النيفو هذايا هنا بالمقص باش نحاول نقص خاطر ستان بابيي هو دونك باش نقص لي زالونتور نتاع الكادر نتاع ال 15 انيفرسير هذا دونك كالعاده احنا باش نربحوا الوقت ديما تلقاني حذرت قبل هذايا قصيناه حاضر باش شفتوا كيفاش نحطوا على البات ديريكتومون اي دونك من هنا باش ناخذ شفت كيفاش يتقص فاسيلمون بالكوتور حتى اللي ما عندوش كوتور ينجم يسام سكينه مثلا اكزاكتومون حاجه المهم ماضيه هاي يتنحى بسهوله راهي هذه من نوع نتاع اعمال اشغال يدويه اللي سهله كما قلت باش انو توت لا فامي تساهم باش نخدمو كادو مزيان وبيرسوناليزي دونك هذوما زايدين انا حتى الدخلاني زاد كيف كيف حبيت نحيه باش يظهر الان والسانك نتاع ال 15 ويكونوا في مزيانين اون رولييف اي فوالا يكونوا في الديمونسيون اللي قلنا عليها اللي هي 3 دي هذيك هي دونك هذايا الشعار هذايا البات نتاعو وهذايا الشعار نتاعنا اللي باش نحطوه اون رولييف باش بنفس الكومبوزي بنفس الطريقه البرودوي اللي هو بالكار بالبانسو بالبانسو وجوست نعدي لاكول هكا هكايا الا هو à peu près temps de séchage نقولوا احنا يحب له ساعه في البات هذيه يحب لها ساعه اون اور باش تشيح احنا اون توليكا باش نبداو الطريقه ونعطيكم لي غران ليني باش تنجموا تعملوا تابلو هذيه لكن في الاخر باش نوريكم التابلو هذيه في الفينيش كيفاش باش يكون اكيد بالطبيعه هكاك به هنا فما كلمه انيفرسير زاد حبيتها تبدا اون رولييف اكثر دونك باش تبدا كلمة انيفرسير اون رولييف خذينا تيوب نتاع سيرن اللي باش نعاود نكتب عليه الحروف فوالا الحروف مرة أخرى باهي اخترت البلون لكن ما يقلقش البلون ماهوش باش يقعد لي أنا من بعد خاطر البابيي هذايا باش نعدي عليه كولور دوري وبيان سور وشوا لي كولور كل واحد وشنو اللون اللي يحب يستعمل كله انا ريان كو هنا باش نعطي الرولييف على الكتيبه باش تبدا الكتيبه خارجه اون رولييف انيفرساري هذيا دونك باش يبدا اون رولييف يا اما ناخذوا سيرن 3 دي والا سيرن رولييف هذيا اللي انا قاعده نكتب به بالبلون دونك هكا يخرج اون 3 دي هذايا السيرن زاد اللي خدمنا به
توا ناخذوا الكولور هذايا كولور ميتاليزي في الدوري. علاش انا اخترت الدوري؟ على خاطر التابلو ديغراداسيون اللي باش نخدمها نخدمها في الكولور فير ناقص صالون الاكثريه في الفير معاها يواتيها الدوري مع زوز يواتيو دي كولور كومبليمونتير للروج. دونك هذوما زوز الوان ينجموا يواتيو لو فون اللي هو حنبعل عنا بالمكتوبه بالاحمر. دونك باش ناخذوا الدوري هذا واللونه شفت كيف عادي وهنا فوق البابيي ديريكتومون فوق البابيي. بيان سور انا توا نورمالمون ابري سيشاج انا هنا ما استنيتوش لاني شيء احنا نوريو فيهم في الطريقه في الطريقه برك. اما هذايا نورمالمون راهو شاح سي وقتها انا نعدي عليه الدوري نعدي على التوتاليتي نتاع السلوغان هذايا نتاع التنزيم انيفرسير نذكروهم اللي هو نتحصلوا عليه فوالا نذكروهم اللي هي لازم تقعد ترتاح ساعه معناتها باش تشيح اي باش تشيح. انا ديجا خليتها ترتاح وهي الرولور تحت منها هكا باش عملتك الكورب هذيك صحيت باش تبدا هكايا تعطي لالور نتاع الكوربي وريها للكاميرا امان بجنبك هيك انيس اي فوالا دونك هيك البابيي وكل باتا موديل كلهم اختفوا مع اللون اللي حطيناه اللي هو الدوري مع الدوري. دونك هنا باش نحطوا الخمسه والواحد اللي باش تجي 15 انيفرسير هذه هي 3 دي. دونك ليتاب الاولى ليتاب الثانيه نجيو لليتاب الثالثه اللي هي ليتاب فينال نبداو نخدموا شويه بالكوتو ومن بعد نوريو للساده المشاهدين الفينال كيفاش. فوالا دونك نعاود نذكركم اللي احنا قاعدين نعملوا في ان تابلو اللي هو بالبانتور كيفاش تتسمى انيسه بانتور بالكوتو بالكوتو فوالا بالسكين بالسكين فوالا التلوين بالسكين التابلو هذه تنجموا تعملوا بيرسوناليزي في الدار تسحقوا فيه التوال تسحقوا فيه ليتاب اون اللي هي الكولاج واللي تستعملوا فيها البابي وتستعملوا فيها الكول سبيسيال خليناها احنا تشيح ديجا اخترنا احنا لوجو بتاع قناه حنوال لمناسبه الاحتفال بتاعنا بالعيد ميلاد عدد 15 قناه حنوال ان شاء الله كل عام واحنا حيين بالف خير وان شاء الله زاد انتم السادة المشاهدين حيين بالف خير وان شاء الله زاد كل عام وانتم الحب على خاطر زاد نحتفلوا غدوه بعيد الحب وان شاء الله ايامكم ايامكم ولياليكم وسنواتكم القادمه كلها يا ربي كلها حب. باهي انا تويكا مثال صغير مثال باهي نزربوا شويه نزربوا شويه نزربوا شويه نزربوا شويه ديجا نزربوا والتابلو باش كمل اي فوالا اعطينا لاسكيس اللي بالكوتو تويكا هكايا انا بيان كادري باهي باه طيب باش نشوفوا لاستيوس اللي بالكوتو هذوما اللي خذيتهم هنا سو سون دي باد لي باد ريليف نوع نتاع اكريليك اللي هو عاقد برشا يتخدم اون ريليف باه باش نبدا من الاكستيريور الكوتو كي نخدموها من الاكستيريور في الانتيريور يعني من برا ونمشيو ندخلوا للوبجي نتاعنا يحسرنا الوقت نسا في ساعه ورينا اول لون باش هكا يظهر على التابلو وماك تعرف اليوم حلقه سبيسيال فيها بوكو دانفيتي حبوا يشاركونا في عيد ميلاد بتاع القناه هذيك علاش الوقت يخسرنا. باهي كي نقول كوتو كيما تشوفوا ماهيش خدمه بالبانسو باش تجي ليس راهي باش تجي اون 3 دي هكايا اون 3 دي وتقعد التراس نتاع الكوتو اللي انا هزيته اللي هو الكوتو اروندي دونك بستيل هذايا يظهر لي هيك ما خذيتوا فكره انا وانيسا باش نمشيو نكملوا تابلو لبرا ونحاولوا نجيبوه لكم من بعد ونوريكم الريزولتا فينال تويكا نمشيو الهابي هابي حنبال ونرجع.
هابي بيرثدي تو يو، كل عام قناه حنا بعلب بألف خير، كل عام وكل مشاهدينا وكل الفريق العامل وكل اللي تعداوا وباش تعداوا ان شاء الله قناه حنا بعلب حيينا بألف خير. ومازلنا مواصلين معكم احتفالاتنا بعيد ميلاد حنا بعلب وايضا بعيد الحب، وهذاك علاش حابين في حصه اليوم يكون عندنا هكا شويه رومانسيه خلينا نقول من خلال استضافتنا الفنيه. وفرحاني برشا كيف كيف اللي يزورنا اليوم الفنان فارس العربي اللي حاضر بعدنا ضايل المره الثانيه في برنامج دارنا كمان يشغل. مرحبا بك فارس. عايشك ربي فضلك، ميرسي بوكو على الاستضافه. شحوالك؟ نحب تري تري بيان. عايشك، نحب نشكرك انت ونشكر كامل الطاقم اللي يخدموا هنايا الكل وراء الكاميرا وراء وفي الكوليس وكل شيء. ميرسي بوكو على الانفيتاسيون وربي فضلك. الله يخليك. قول لي ساعه كيفاش احتفل بعيد الحب في العاد؟ ونخدم تخدم الايامات هذوما ان شاء الله. عيد الحب عندي سهريه مع دافيد فونديتا في جمرت ان شاء الله. ان شاء الله دونك عندي سهريه اخرى، دونك نعدي نخدم العيد وكل الا العيد الكبير والصغير. الاكثريه نبدا العيد الكبير. فماش خارجه ديني وشانديل حاجه ملي معنا تويتي؟ اما الايامات لا، في وقت الخدمه وقت الخدمه ومتفاهمين العائله الكل، وكان فما حاجات مثلا شخصيه هكا كيف كيف العائله يتفاهموا والاصحاب يتفاهموا يعرفوا اللي فما معناها الخدمه قبل كل شيء ومن بعد كل شيء يجي الفنان فارس العربي من زياره اللي فاتت اللي هي كانت في اخر الموسم الثاني اللي دارنا، واليوم مع بدايه الموسم الجديد شنو صار في 6-7 شهور تقريبا؟ فما انتاج، فما مشاركات، فما اعمال. نعرف ان قبل كانت اكثر توندونس في لي ريبريز في الفتره الاخيره، فما نوع من قلت علاش ديما نقعد نغني في غني غيري، علاش ما نكونش انا يتعرف اسمي بانتاجي او بغنايتي او باعمالي. وفيت حتى لي ريبريز نغنيهم لايف، ما نغنيهمش معناها ما نعملهمش غنايات نصورهم ولا نسجلهم. مش دي كافر معناها؟ لا ما نعملش دي كافر. حتى لتوا مازلنا ما عملناش في استراتيجيه دو ترافاي جديده، مازلنا ما عملناش حتى ريبريز. سينو نخيروا ان توا باستراتيجيه جديده عملنا غنايه ان شاء الله. هذايا اسمع عمرك حسيت كلمات توصل مسعودي وصديقي وخويا مشكور ومحاولات من الحانيين وكل. دونك الغنية الثانية زادة غنية في ستيل آخر جديد اللي هو نحاولوا كل مرة نعملوا ستيل اللي نشوفوا التوندونس فما وش ما فماش، ونعملوا حاجة يا مغايرة خاطر لأنه خالف تعرف اليوم تعرف، وإلا نعملوا حاجة اللي قريبة ولا حاجة جديدة ليسونسيال. فهمت؟ هو الفترة الأخيرة كنا نشوفوا السنين الأخرى خاصة الخمسة سنوات الأخرى لي توندونس بدلوا تخي رابيدمون، معناها من نوع معناها الفنانين اللي كانوا يقدموا أغاني نقولوا احنا ما نحبش نقول كلاسيكيه لا، ولكن معناها معروفه نتاعنا في الجو التونسي وغيره. من بعد اللي جات التوندونس قبلها بالتوندونس نتاع الراب، ومن بعد ولات فما لي توندونس نتاع لي جروب، ومن بعد دور هذوما لي كافر بلوتو لي كافر، ومن بعد اللي جاو وتوا الالكترونيك اللي فيه الالكترو هاوس وفيه داب ستيب والتراب وبرشا. وفما ساعه الواحد ينتج برشا اعمال وتظهر حاجه اثنين، فما اللي ينتج غنايه ويقعد يخدم بها مده طويله. هو فيت انت وكيف تخير انت والبلان دو ترافاي اللي تعملوا، انت والاستراتيجي دو ترافاي بلوتو اللي تعملها باش تقرر كيفاش تخدم بالضبط. فهمت؟ فما ناس تخير تعمل غنايات متركه مليح مش غلط الطريقه نتاع خدمه، وفما اللي يخير كيما اللي يخير يعمل البوم كيما اللي يخير يعمل سينجل. فهمت ولا باش احنا نحبوا نسمعوك في اللايف، انت جيت معاك الجيتار، نحبوا ديما جو اللايف. شو نجم نسمعوا حاجه تتمشى ربما مع جو عيد الحب؟ هو الحق انا نحب نغني كانت تونسي، اما اخترت حاجه ماهيش تونسيه باش نحاولوا نسيت شكاك. غربيه شرقيه؟ لا مش غربيه، ما شرقيه. نسيني الدنيا، نسيني العالم، دوبني حبيبي سيبني اقول لك احلى كلام. لو الف الدنيا، لو الف العالم، مش ممكن زي غرامك انت الاقي غرام. لو اقول لك اني بحبك الحب شوي عليك، لو ثانية انا ببعد عنك برجع مشتاق لعينيك. بحبك الحب شوي عليه، لو ثانية انا ببعد عنك.
برجع مش تطلعني ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا تعال نعيش اجمل ليام. هلا حاجك صحه فارس، مرحبا بيك. احنا اكيد باش نكونوا ديما معاك، نتابعوا شوفها جديد بيانتو، اغنيه جديده، كليب جديد، وقت يشاركوا ان شاء الله. ان شاء الله باش ننسقوا الحق، باش نحاولوا ننسقوا ونشوفوا التايمينغ بالضبط. اما في الايامات الجايه معناها ياسيو غاي ان شاء الله جمعتين اخرين غران ماكس اخر فيفري بدايه مارس هكاك، والاغنيه اللي بعدها زاده كيف كيف، واللي بعدها كيف كيف، معناها فما ان شاء الله كونتينيتي نتاع برشا اغاني. فما برشا اغاني باش نخرجوهم السنه بكليباتهم، وفما اللي مش بالكليبات، معناها نوصيو الناس باش يتبعونا، وان شاء الله نعجبوا احنا اللي علينا نعملوا. انت هديت لنا اغنيه، احنا باش نديو لك الورد. ربي يفضلك عايش، يفضلك يخليك، ميرسي بوكو. مشموم بن عنا من هدايا عبد الكريم زهور، عبد الكريم بن صالح، وباش نهديك بزاف الاغنيه اللي كنت والمشاهدين نتاعنا الكل. تعال شبعك حب، شنو رايك فيها؟ اي علاش ليه؟ تعال شبعك حب، نشبعكم حب الناس الكل في عيد الحب، وان شاء الله كل عام وقاعد حنا بعد الحياه بخير. وانتم زيدة تعالوا الكل اللي جاي وقعدوا قدام التلفزيون تاعكم وتابعونا في برنامج دارنا في الحلقة الخاصة سبيسيال عيد ميلاد قناة حنا باع 15، واكيد سبيسيال زيدة سان فالونتان. وحتى لي زانفيتي تاعنا حبوا يشاركونا هالعيد ميلاد 15، وخاصة ممثلة نحبها برشا، ممثلة لسانها بنين، تعرف علاش؟ على خاطر كلمتها تقول، على خاطر ما ترجعهاش للتالي، وعلى خاطر اذا عندها نقد تقوله، اذا عندها نقد بناء تقوله، اذا عندها نقد زاده حتى باش تقول لك راهو كل حاجه هذيك لا تقول لك. نجوى ميلاد، نجوى ميلاد بنت الدار اللي تقول لي عندي بوكو دو سوفينير، وانا مانيش خرشيه وما ننكرش العشره تاع قناه حنا بعض. مرحبا بيك نجوى. على السلامه، مرحبا بيك وشكرا على الاستضافه. كل عام وانت حي بخير. كلنا حيين بخير، وتونس حيه بخير، وقناه حنا بعض حيه بخير. اذا العيد ميلاد 15 معناها صافي يا ماما. Bien sûr, un bail de temps, pour résister dans des conditions pareilles. C'est très difficile. نجوم الليل، نجوم الليل مسلسل زاده. أنا ذكرياتي برشا كبيره مع حنا بعض، مع القناه حنا بعض. اذا كان انا تعرفت في الجمهور الواسع، خاطر نعمل في المسرح وقتها عندي 15 ولا 20 سنه، ما يعرفني حد، المسرحيين غارمون ما يعرفونيش الا ما نعملوا اعمال كبيره ونفتتحوا كارتاج و وخاصه اللي التلفزه هي اللي تدخلك للديار بتاعتك. حنا بعض بالمسلسل نتاع بريزن بريكا من الاول عملوه، خاطر تعملت 15 حلقه نجوم الليل و15 حلقه بريزن بريكا. وقتها سي مهدي نصر بالمناسبه نوجه له تحيه، اي بالحق، خاطر الراجل هذاك كان ياسر معايا ديكودي، ومعناها ونتوا حتى كي نبدا في محافل نقولها. دونك اقترح انه ما نخدموش اللي يخدموا في بريزون بريكا ما يخدموش في نجوم الليل. دونك خدمت بريزون بريكا على روحي، مشيت على روحي في اللوست نخدمت، فما راعني الا كانت مفاجاه ليا، انه هو وقع اختياره ليا، هو اللي اقترحني على اللي يكتب على الاسعد بن حسين في نجوم الليل الاثنين، وقال له تخدم دور خاص نجوى ميلاد اسمه الوداد. دونك تخدم لي دور، والدور هذاك كان انطلاقتي شهرتي للجمهور الواسع، ولتوا انا نعيش به. لتوا فما ناس في الشارع يعيطوا لي الوداد ويذكروا نجوم الليل ويذكروا الدور هذاك، فما ناس كرهتني من الدور هذاك. ما تصورش اللي فما شر في الحياه موجود كيما عند الوداد، لكن هو كي يكرهوا بالضبط البيرسوناج، معناتها الممثل اتقن الدور. مديح بالعيد قال لي انا ما نعرفكش برشا، شفت عندك فيلم، معناها شفتك في فيلم، انا نحب تراهن 10 ملايين كي يعرضوك نحبهم يسبوك. قلت ما عندك، انا نسى افكتيفمون، انا فما شكون عرضني في الشارع وفما شكون حتى اللي بزق عليا، قال لي معناها خلت بين الشخصيه والشخص، فهمت؟ تلمون دور عشت ولتوا نعيش به الدور، انا في البلديات، في البنكه، في الكار، في اي بلاصه، ها الممثله في البوليسيه في الشرطه ساعات يبدا ما تاكسيست مخالف ولا حاجه يلقاني معاك الممثله النجم بالحق، يعني انا وليت ستار منه الدور هذاك ونعيش به. حتى جاي بعده نعود لهوي، وبعده شو اسمه علي شورب، وبعده برشا اعمال اخرى. رينك في برشا اعمال. اما قعد الوداد هو الباس، هو وانا نعتز به برشا. هو الدور اللي كان الانطلاق عليك بالنسبه للتلفزه. للتلفزه بيان سور، خاطر خدمت ادوار قبل في مسلسلات وطنيه ما ضربش كيما الوداد.
جديد. وزاد نعرفوك في السينما، زاد نجوى ميلاد نعرفوك في السينما المسرح. نرجعوا نحكيوا على المسرح ونحكيوا على مسرحيه للرجال بركه. للرجال بركه راهو ما تقولوش العنوان معناتها كان الرجال اللي تدخل. لا 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 هي المسرحيه تحكي على الرجال ما بها اسمها في قره قريقي باش تفرغ قلبها في رجالها اللي صادفتهم في حياتها. ورفيقه قريقي تحكي لنا على القصص الفارطه بتاعها والتجارب الفارطه بتاعها وهالتجربه هذه وهالمسرحيه هذه فمون دو 18 ans اللي سي با كومان اللي نلقاو مسرحيه اليوم تتعنون بالعمر. بعدها تجي يقول لك ما تدخلش وانت شديت صحيح. انا شديت وسمعتك في بوكو دانترفيو تقول صغار. انا فما صديق عمري جاني للمدينه وجاب زوز اولاده اللي ولده ولده يحبني كي خرجوا من المدينه الثقافه قالوا فسخ نموها تتا تلمو طفل غذتو خاطر الطفل يحب. قلت له جيبه يتفرج شويه في مسرحيه الاطفال. المسرحيه هذيك لي خاطر بالحق نحترم توا 15 و14 ينجموا اما لي ماهوش وقته. انا نحب الطفل يعيش مراحله. مسرحيتي ماهيش موجهه للطفل وماهيش موجهه للناشئه. من اي ناحيه معناتها من ناحيه الكلام اللي في وسطها من ناحيه السوجي نحكي حكايتها الموضوع مراه بالهم بالغم بوجيعتها بوجيحها وحامل عرس ولدها. انا ما نحبش ندخل الصغير عمره 14 و15 و16 يعيش الهم على بكري مش وقته. دونك مسرحيه ديستينيل 18 ما فوق 18 ينجم يكون تكون طفله اعترضت لعلاقه حب الان شاغران دامور تنجم 20 21 اما اقل من 18 ماذا بيا. وحبذ بالحق انا للناس اللي باش تجيني غدوه ماذا بيا ماذا بيا بلوس كو 18 اكيد غدوه للرجال بركه تلقاوها في قاعه الريو عيد الحب واحتفال زاده مع عيد الحب ومع قناه حنا باع وتاسيس اتحاد المراه التونسيه مهم جدا. أكيد. اتحاد المراه التونسيه ديلي قعد يناضل وقعد شاد صحيح وحتى بعد الثوره داك تقو وعاود قام على ساقي. تحيه لمدام راديه الجربي اللي هي اتاحت لنا وتعاونت معنا في العرض هذايا مشكوره. مشكور سي حبيب الهيدي صاحب الفضاء واللي عام معناها واللي يعمل فيه توا من بروباغندا. مشكور سي حسين بن عبد الكريم نودين الهمامي جو لوي دي سان فالونتان وحب كبير. توفيق العايب لفابيلو للتكنيسيان اللي معايا. تحيه تونس ويحيى الحب ومرحبا بكم في ريو 19 7 نتاع عيد الحب. اي فوالا خلينا نبدلوا شويه مكا عيد الحب اللي نعرفوه نمشيو للمونودرام الساخر وكل حكايات بتاع رفيقه ونشوفوا لو كوتي الاخر خاطر عيد الحب حتى فيها الشيخه ضحك وشيخه محبه. هي المهذيه توجد خاطر حبت خاطر مازلت تحب في الراجل وتقول له راهو ايدك ايدي رانا نمشيو مع بعضنا لا تمشي قدامي وانا وراك ولا نمشي قدامك وانت وراي. راهو الرجل والمراه نعيشوا هكا نمشيوا هكا. دونك انا صرخه فزع وصرخه محبه في عيد الحب للرجل وللمرأة باش يحبوا بعضهم باش نكونوا مجتمع سوي. دونك تحيا يحيا الحب. انا نعيش كان بالحب ما نجمش نعيش بلا بيه. عشتهم القصص اللي اليوم نشوفوهم سور سان نجوى معناتها فما حاجات الا القصه الاخرى نتاع السلفي سيتي ان هوماج لولد صاحبتي مات في سوريا وباك بلوس 6 مات فيزيك دام رجو ومشى لسوريا ومات. دونك حبيت نعمل له هوماج ودخلت دايغ كي نحكي عليه بلال اسمه ما بدلتش حتى اسمه. شاورت صاحبتي وقالت لي ما يسالش. دونك سيتي ان هوماج للفكر الظلامي باش نقول لهم باستا ايقفوا راهو احنا لن تمروا. إذا تحبوا أن بون كادو بيان سور لي سان فالونتان ما عليكم كان زوز تيكيات في قاعة الريو غدويكا 19 7 تاع العشية. هكا بكري يجي بكري من بعد يمشي يمشي يتعشى يكمل سان فالونتان فوالا فوالا تضحكوا شوية نحكيوا شوية على قصص الحب الفاشلة أكيد خاطر عيد الحب زاد نتذكروا فيه القديم نتذكروا فيه القديم ورفيقة باش تعطينا صحيح. رفيقة باش تعطيكم الصحيح الصحيح تعطينا التجربة التجربة ويمكن ويمكن زاد من الجمهور حتى اللي يخرج نجوى يقول لك والله القصص اللي حكيتهم عشتهم. أنا في برج العام ننسى طلعوا لي واحده تقول لي انا عملت هذيك انا عرفت وحده كيكا انا بابا عمل لي هكيكا انا الحسو ويحم العمد نتاعي ياسر تونسي من لبستي من فوطه وبلوزه وانت داخله ومن لو تكست ومن لو دي ومن حركتي ومن سمنتي ومن فسالتي ومن حبي للمسرح. هي ممثله. اعطيني هكا جمله شدتك في الرجال بركه هكا نجموا نعطيو بها افون جو للناس اللي ينجموا غدويكا يلقوك سيغ سان. الكل حماء اللوم 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 ونحب ناكل امه بفلوسي يا العم يا عين الديك ناخذ ولدك ونوريك ب 24 مليون عيبة ما يجيش عرس ولدي ب 24 مليون انا كريا سالة. برافو 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 يعطيك الصحة يعطيك الصحة نجوى يعطيك الصحة. دونك نعاود نذكركم نحب نقول لكل حماة لازم تحب كنتها خاطر ديما فما لو بتي لو جو اماخ اما راهو بالمحبة تنجم تعيش مع ولدك وتبدا انت فرحانة ومتهنية عليه. وانا بالمناسبة نحيي ولدي هو باش يخطب قريب ونقول له ان شاء الله يا ربي يهنيك ويصلح. هيا بتمام بتمام ان شاء الله يا ربي بتمام وان شاء الله الفرحة الكبيرة. وحنا زيد نحب نقول لك نحبك
وهدينا لك امتي كادو مهدي من سويت فلاور بوينت ان ميرسي عايشك ان بو دو شوكولا والورد هذه مناسبه عيد الحب ميرسي بوكو نجوى كانت نورتنا ان شاء الله كل عام وانتي حيه عايشك ميرسي وما تنسيوش موعدكم غد ويكا السبعة العشية تاعت الريول للرجال بركة ما غير الصغيرات بامون دي 18 ans هابي هابي يعيشك ميرسي هابي بيرثدي تو يو قناتنا حنا بعد كل عام وانتم حيين بخير مشاهدينا وكل العاملين في القناة وشنو رايكم يا جماعة لو كان نرجعوا مع بعضنا نتذكروا أول صور تقدمت لقناة حنا بعد في نهار كيما اليوم من عام 2005 إجا نشوفوا كيفاش بدات القناة يقول الحر من غمزة واللبيب من الإشارة يفهم وانتوما باش تفهموا معنا في كل حصة برشا حاجات من غمزة شوقي وهذه غمزة من غمزاته توا الديكور الديكور بتاع فرويست أما لقائل أن يقول الكوبايات فينه شوية صبر شوية صبر توصفوه القهوة كيش تعب الدعيج من زمان توا يجي ترينيتا يجي ترينيتا وجينجو وسبتا وبعدهم بالضبط تغلط الترتيب البلدية وحفظ الصحة راي بشتاح في الحفلة قهوة بشتاح في الحفلة ما ثماش هاي تيمي فور لايف هي بابا تونسي فور فور لايف 1 2 1 2 1 2 هير وي جو اجين اي ام ثكي مان فروم تي مان دو يو اندرستاند ستيل بليد سور لا سين وا رد بالك الكلام بليد ديما مس مام مانيش كوبرا ولا فايبر راني انسان كيفي كيفك بيناتنا زمان طلع عالسين توا تفهم شنو الفرق بيني وبينك يا انسان يا اسوم شتعمل يا اسوم من قبيله ونستنى فيلم دو ما في مش تعادلت ولا تعادى ايامات ونستنى يا اسماء ربي سهل اما شنو ما الكريتير اللي تحب تلقاهم انت في اللوم دو تافي والله انا مش صعيبه حتى تعرف معني نحبو نورمال كي سوا جونتي سانسير سورتو يحبني كوتي فيزيك ما نشرتش فهمت المهم يبدا اميلونج انتر براد بيت وجوني ديب معني حاجه شفت معني ما نشرتش بالكل اسماء اسماء شو كنت بسراسك لا مش مطابسه راس اعملش بيك اسماء لا يا لوغ بي شفتوني في الفليبي لوغ ايه لو حاجه كليوت صحيحه في الفليبي جيعانه قاعدين نخدموا واش تحب نحب كسكروت يشبع كسكروت خلط تم بعد ما كملوا الخدمه نمشيو لعند عم عزيز سي باش ما تمشي نجيب لك كسكروت عند عمك عزيز هذا كسكروت قد هيك طوله 13 سنتيمتر يحط فيه حاجات غريب غريب ها وزاره الثقافه قريبه هو نجيب لك كسكروت وجي سيناريو كويس كيما اليوم كان تونس كلها تستنى في الصور الاولى نجي من قناه حنا بعل ونذكروا كل اللوجو والستاتيو نتاع حنا بعل والبوست تاع حنا بعل اللي كان يدور اون 3 دي شويه التالي ايمن البوست اون 3 دي اللي كان يدور في وسط اللوجو نتاع قناه حنا بعل الناس الكل كانت تستنى شنو هو البرامج شكون الوجوه شنو هما لي كونسيبت اللي باش ينطلقوا في القناه وكانت
وكانت القناه افون غارديست نقول انا معناها سابقه لعصرها بالديكور بالكونسيبت بالوجوه اللي قدمتها. الاستعمال نتاع 3D كانت حاجه جديده في الفتره هذيك في 2005. كانت حنا بعد اول قناه تخدم بالاستوديو فيرتوال نقولوا احنا اللي الديكور يتحرك مع تحريكه الكاميرا وتحريكه البريزونتاتور كله مع بعضه. هذه كلها تقنيات جديده وقع اعتمادها في عام 2005. اليوم حابين نوجه الدعوه ومشكورين اللي قبلوها حاضرين معنا اول انيماتريس شفناها على قناه حنابعل واخر المنضمين لقناه حنابعل اميره ايمن. مرحبا بكم، كل عام وانتم حيين بخير. يعيشك، مرحبا بك، وكل عام وانتم زاد حيين بخير، وان شاء الله حنابعل ديما فرحانه باعياده هكايا، وفرحانه برشا انا رجعتوني 15 سنه لتالي داخله في اللوج والبلاتو اللي كنا نصوروا فيه هذايا. معناها كان في الكوان من غادي، معناها ذكريات مزيانه برشا، وفرحانه اني انا نكون لهنا في احتفال عيد ميلاد حنابعل. يعطيك الصح ايمن، فرحان زاد عايشك الحمد لله. انت قلت 15 سنه، انا مازلت صغيره. احنا كيتخلى خاطر اللي يسمع 15 سنه يقول متبارك عليك داك مازلت صغير. لا دخلنا صغار، مازلنا نقراو وقتها، مازلنا نقراو كلنا في اعمار صغيره بالكدا. معناها كان وقتها نوع من التحدي انه نخرجوا. معناها بون عملنا فورماسيون الحقيقه حنا بعد نظمت لنا وقتها تكوين، جاونا فيه اساتذه من معهد الصحافه وعلوم الاخبار، وكيفاش نقفوا قدام الكاميرا، كيفاش نتكلموا، كيفاش نكتبوا، كيفاش نعملوا الاعداد بتاع البرنامج، تكوننا فهم. ما كنا صغار وقت مازلنا نقراو. هيلا معاكم وقتها في الاعداد، هيلا ذويتي كانت معانا بيان سور وقتها. مازلنا عاد كيف الكلنا، معناها مازلنا صغارين، مازلنا بدينا. فرح بن عماره، اسماء شوقي بوغليه كان معانا في البرنامج، كان المخرج وقتها كان سي عبد القادر الجربي. كانت عندنا ايكيب مزيانه على الاخر وحلوه، وكنا الكلنا الهدف نتاعنا انه احنا ننجحوا اكل برنامج اللي قاعدين نعملوا فيه بالموجود، احنا وحدنا بحاجه جديده بافكارنا باحلامنا اللي كانت وقتها هكا شبابيه، ونحبوا نخلقوا ايماج جديده تظهر في التلفزه. باش ايمن انت اخر المنضمين للفريق، مرحبا بك. وقبل كل شيء ان شاء الله حنا بقى كل عام وهي بخير، وشرف لاي انسان اي منشط اي واحد في الدومين هذا انه يخدم في حنا بال، باسكو حنا بال تحب ولا تكره تقعد ايقونه ايكون يعني مدرسه. زميلتي تقول كنا مازالت ليكيب محلاها، مازالت التكنيسيان محلاها، مازالت القناه محلاها، مازالت الناس الكل محلاها. دونك ديما حنا بال، وهذا راهو ظاهر وشفناه زاد ديرنييرمون حتى في التو دوديونس. حكينا عليه يعني حنا بال يعني مازالت في قلوب الناس وفي التوب 3 وقاعده تحارب وقاعده تفك في البلايص الاولى افيك اونتر غيومي. نقول لي بو دو مويان اللي موجودين اليوم مالوغوزمون في حنا بال، فما بوتونسيال اكسترودينير في القناه هذايا، وانا بيرسونيلمون جو سوي فيير يعني دو فير بارتي دو سيت ايكيب، وان شاء الله الاكسبيريونس تكثر وتفتح ان شاء الله ربي ان شاء الله. هات نحكي شويه على بعض الذكريات. النهار الاولاني في لونتين البرنامج كان مسجل ولا كان مباشر؟ لا كان مسجل. كان مسجل. كان مسجل. اول مره كي التوانسه الكل مصور كل كاميرا واحدة، ما كانش فما ريجي وقتها، كان مصور عندي برجيها وتعطينا في بعض الانفورماسيون. دونك كل كاميرا تصور واحدة، ومن بعد الماتير كلها تتصب ويصير مونتاج. كان مونتاج لينير، لكن فما لافيد من الاول، ظهر لي لافيد فوالا. دونك مش دونك بالكابلوات يتصب الكل، ومن بعد تتخدم بالسيكونس بالسيكونس، بس خرجت ليميسيون كيما يشوفوها التوانسه الكل. شنو احساسك وقتها وقت تشوف في روحك اول مره على الاكران، ومن بعد كيفاش لقيت الامباكت نتاعها عند الانتوراج نتاعك وانت كنت تقرا وقتها؟ نقرا مع سعد القرب. وقتها البرنامج كان يتعدى العشيه مركز 7:30 نتاع العشيه حاجه كيما هكاكا. دونك صورنا اول حلقه بالطبيعه، ما نحكيلكش عادك التحذيرات الفيزيك والشعر والدنيا والمكياج واللبسه. وقتها كنا عملنا اللبسه اول ما خرجنا بها دي جينز ومعها دي شونيز والكل، خاطر باش نكونوا ماشيين مع الديكور، فهمتني. حضرنا الحقيقه وكانت حلقه مزيانه حلوه وقتها. الناس الكل بيان سور كلمت عائلتي واصحابي والناس الكل نتفرجوا. الحلقه كانت مزيانه، كنت فرحانه بروحي برشا. الناس وقتها الشهره وقتها حنا بعد مازالت جديده كحاله جديده، دونك الناس الكل كانت تتفرج فيها. هي حاله من الاول ستيشن ساتيليتير، ومن بعد اخذت البث الارضي صحيح تقريبا على الثلثين الجمهوريه من معناها من محطه زغوان، ومن بعد تعدينا للبث الرقمي، ومن بعد قاعد تخلي على البث الارضي
معناها هذا ولا صار هذه التغييرات وقتها الناس الكل كانت تستنى في حنبال شنو البرامج اللي باش تخرج بها، خاطر وخرنا شويه وقتها في الـ في الـ البث نتاع البرامج معناها تولي تبدا تخدم القناه. كتبوا الجرايد فرحه ما نحكي لكش فرحه كبيره بيان سور، وديما ديما انا راني في اي حتى من بعد ان كان في اعمالي الواحد ولا القنوات اللي خدمت معاهم من بعد ولا اللي هو ديما في اي انترفيو ولا اي حاجه ديما نذكر كل انا الام الاولى هي حنا بعد، هي اللي حطتني على الطريق، هي اللي غرمتني غرمتني بالتنشيط وغرمتني زادة بالتمثيل، خاطر اول مسلسل عملته قناه حنا بعد انا كنت البطوله فيه وقتها من امال وامان، خدمت بطولة أول مسلسل عملته قناة حنا بعد، أعطتني زاد الفرصة هذه باش دخلت للتمثيل وجربت المال وأمال دور راضية مع سي جميل الجودي مع مدام دليل المفتاحي، كان أول مسلسل خدمته حنا بعد أنا زاد خدمت البطولة فيه. الغمزة مازلت ولا كيفاش؟ الغمزة الغمزة. لا ديما موجودة. تو تختم بها بعد شوية، نمشي معاك أيمن الانضمام كيفاش كان القناة حنا بعد؟ كيفاش لقيتها؟ سيغتومون أنت كنت معناها فما تجربة تلفزيونية نعرفوها، ولكن الانضمام للقناه ودخول القناه كيما كنت تصورها وتشوفها كيما لقيتها من داخل، معناها كيفاش كان الامباكت نتاع اول ديريكت؟ هو الحق نتاع ربي انا جي با اون غوند اكسبيريونس، يعني سي فري عملت 3-4 سنين ديريكت في قناه نسمه داير في برنامج العاب زاد في برنامج العاب، ومن بعد غبت شويه لاسباب خاصه، ومن بعد وقت اللي تواجهت لي دعوه من طرف المنتج للجو اللي هو سلوم سلوم، الحق نتاع ربي قال لي من الاول ما قاليش انا، ومن بعد قال لي حنبال. قعدت بيني بروحي قلت حنبال تحب ولا تكره، يعني يلزم عبد يتعدى من حنبال، واليوم نشوف فيهم من الناس الكل براتيكمون 90% من المناشطين اللي موجودين على الساحة توا تعداو بحنبال، كان ما نقولش 100% بوتيت ما نعرفها، ما 90% تعداو بحنبال، دونك سي ان باساج اوبليغاتوار في حياة أي مناشط وفي حياة أي إعلامي بالنسبة لي، حنبال يعني سي مدرسة. دونك كي جيت لي تكنيسيان هايلي هايهم الكل، لا نحن نقدر هايل ولا الناس الكل راهو معناها من ليكيب تكنيك الكاميرامان جماعة الصون اللوميير الديكور البرودكسيون الإدارة الانتاج يا هلا والله جاتني فكره. هو ثم ناس سامحني قصيت عليك، ثم ناس جينيرالمون يشوفوا التلفزه يشوفوا اللي قدام التلفزه، انا تعلمت حاجه بوتيت في الاكسبيريونس الصغيره نتاعي انه انا نصاحب لي تكنيسيان، انا بالنسبه لي راس المال في اي عمل اللي نجم يكون ناجح كبير ولا صغير هما لي تكنيسيان، لو كان يركب لك ميكرو غلط باش تعدى صوتك خايب، كان باش يكادريك مقلوب باش تتعدى تصويرتك خايب، كان الضوء باش تتعدى. دونك انا بالنسبه لي راس المال في هذوما الكل هما كان متعارك انت والمخرج ما عندكش اصلا. بيان سور المخرج يا سيدي شوي، دونك انا من عندي انا بوتيت ما زلت. لا باش نحكي، لا نحكي يا ولدي نحكي في العموم يا لسعد. اما نحب نحيي بالحق التكنيسيان كل خاطر راهم يخدموا صباح وليل، دونك نقول لكم برافو اقعدوا كيما هكا ديما في حانا بال. و بور فينير بور كونكلور الحق نتاع ربي يعني سي فيرتي واحد يخدم في حنا بال وان شاء الله في معهم ان شاء الله يا ربي. شو تقولوا لجمهور قناه حنا بال؟ نجم نشوفوك نهار اخر في حنا بال من جديد؟ علاش لا انا توا موجوده في قناه الزيتونه فوالا، اللي زاد كيف كيف الفضل يرجع لها انه رجعت عن طريقها هي، قابلت الناس اللي تحبني ورجعت هي كرونيكوز مي رجعت للساحه فهمتني عن طريق قناه الزيتونه. نشكرها قناه حنا بال تقعد ديما هي الام معناها اللي علمتني بالحق، هي اللي علمتني طريقه التنشيط والتقديم وكل شيء. دونك ان شاء الله نتمنى انها ديما من حسن الى احسن، نتمنى انها ديما تكون متالقه في وسط هالبوكي الكبير من القنوات الخاصه اللي خرجت. ليكيب نتاعها توا شفت برشا ناس اللي هما من اول ما بدات معناها قناه حنا بعل، ومعاه تحيه للتقنيين الكل، لكاميرامان انت قلت ركزوا معهم، انا لكاميرامان نمرجهم سافا شعري وجهي مكياجي سافا، يقول لي يز يا كاو سي بون، خاطر بيهم هما العينين اللي يشوفوا أول عين تشوف البرودوي. أيمن الفترة الجاية باش نواصلوا مع سلوم إن شاء الله، الموعد يوميا مثل الجمعة جوست بعد الأخبار نتاع 8 والمسلسل الإكستراوردينير داير مترشح الدنيا كلها قيامة ترتغل. البرنامج ميم سي صغير بايع ساعة لكن سمباتيك وبرشا ناس برا مع تفاعلات العباد في الشارع اكسترا، ماذا بهم يشوفوا حاجة ما أكبر بوتيت يشوفوا دي زيميسيون دو جو. يقول لك كلموني خلينا نربح.
ديما لا كلمني عاوني خلينا نبعث أيوة سترا ويسالش ربحني وزعما وزعما ربحني ما نعرفش نقول له ولا انا نقول له قول جوست الو الباقي عليه تربك انت وصل قول الو الباقي تربك انت وصل قول الو الباقي تربك دونك فوالا ان شاء الله في اعمال اخرى وين في حنا بعال ان شاء الله يا رب ان شاء الله مرحبا بكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين خير حابين نخدم نجيب لكم الورد والشوكولا زوز من عند سويت فلاور بوان تي ان نجيب لكم انتي كادو سوفينير في الانيفرسير ال 15 نتاع قناه حنا بعال يعطيك الصحة يعني يعطيك الصحة إن شاء الله أيامكم الكل ورد ميرسي مهدي على المكياج على الشعر تري جونتي مهدي على فكرة راهو زاد كيف كيف احنا نحتفلوا بعيد الحب وغدوة هو الأنيفرسير نتاعو مهدي حجاج مهدي حجاج مهدي حجاج ولا إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير مهدي تو نهدي لك وردة مهدي شوكولاتة لا صحة والشاي يعطيكم الصحة مرحبا بكم مرحبا بكم الناس الكل يعطيك الصحة ميرسي ميرسي أيمن وشنو رأيك نمشيو للسلومة نمشيو نسلو نتقابلوا بعد الاخبار يلا بعد الاخبار قاعد انا ماكش مروح لا هاني بعدك آه اوكي يبقى بعدنا خليك معنا هات نشوفوا سلوم ومواصلين معكم اكيد ديما في دارنا على قناه حنا بعد عسلامتكم الناس كل اهلا وسهلا ومرحبا بكم بدايه اسبوع موافقه معكم ايمن عمر كالعاده اثنين الجمعه لو كان قلت لي باش ندور العجله عندك 950 دينار لا تو لا لا تو عندك 950 دينار في مكتوبك مهما باش يصير 950 دينار عندك انت خلينا نشوفوا ترى يلا بسم الله يا 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 قلت لي يا جيلاني ملح فوز هاك ولا من القروان تحيه ليك وتحيه لاهالي قروان الكل والوسط والشمال والجنوب واللي تبعوا فينا الكل في الجمهوريه التونسيه وان شاء الله تولي زاده حتى في المغرب العربي كي تبعث مساج نجم تشارك معنا خاطر ثم برشا جزيريه زاده تبعوا فينا تحيه لهم الجزيريه الكل اي سيدي يا بن سيدك يا جلول السؤال الاول يقول مالوريزمون ركز معايا يا يوسف عايش خويا ركز معايا يا يوسف 150 دينار شنو هي توا الحكايه يا يوسف يا يوسف السؤال السادس يا يوسف السؤال السادس نلعب على 300 دينار وقتاش قناة حنبال انطلقت في البث يا سيدي عام 2003 2004 2005 و 2006 2003 2004 هي ما بين 2005 و 2006 وانت خويا دي لك ملك يا ترى 2000 مبروك عليك 2000 في قناة حنبان رجعنا لكم ما تنسيوش برنامج اليوم يوميا على قناة حنبان فرصة لكم باش تربحوا البرامج الأخرين ويظهر لي أميرة هوني ذكرتنا بالأسامي اللي كانت حاضرة معنا في قناة حنبان وخرجت من القناة هذية وخليت البصمة بتاعها أكيد واليوم قاعدة تعبر في قنوات أخرين وقاعدة تعمل في المشوار بتاعها في قنوات أخرين نذكر هدى بن عمر نذكر فرح بن عمارة نذكر عفيف الغربي معز بن غربية المنصف بن سعيد عبد الرزاق شابي علي الشابي سمير الويفي والكثير والكثير مش ما نذكرش برشا وننسى برشا تحية ليكم زيدا ونذكروكم راهو وإن شاء الله أنتم زيدا تكونوا تذكرونا ونحتفلوا مع بعضنا ب 15 سنة على انبعاث قناة حنا بعل نعود ونرجع لدارنا ونحكيه على عيد الحب زيدا اللي يتزامن مع احتفالنا بالعيد ميلاد 15 وأكيد ما نجموش نحكيه على عيد الحب غير ما نحكيه على الحيوانات وحبنا للحيوانات ونعرفوا من اللي بلوز أنسيان إستوار اللي ينجم يعيشهم الإنسان في الحب بتاعه هو حب الحيوان والأليف سواء كان قطوسة سواء كان الكلب سواء كان الحيوانات الأليفة اللي قاعدين يربيوه في ديارهم ونشوفوا بكو دي استواغ فريمون إتنانت هوني باش تحكي معايا غزوة جبالي الفيتيرينير بتاعنا الفيتو اللي باش تحكي لنا على هالقصص الوفية للحب يا غزوة بين الإنسان والحيوان مرحبا بك
عايشك ياسمين. ساعة بور كومونسي انا فرحانه برشا لينا اليوم معاكم في عيد ميلاد حنبال. صافي لونطون هذايا وليت كيما داري. جو ريميرسي العباد اللي استدعوني ليكيب وكل شيء. كيما كل عام باش نعاود نحكي على لامبورطونس دافوار دي زانيمو في الدار حيوان الاليف على خاطر فما فوائد تربويه سلوكيه نفسيه وصحيه. مثلا توا صغير كيبدا في الدار وعنده حيوان سا برون الو ريسبونسابيليزي يتعلم يتحمل مسؤوليه خاطر باش ينظف ذاك الحيوان باش يوكله باش يلهى بيه باش يلعب معاه دونك باش يكتسب مهارات شخصيه وباش يكتسب زاده ثقه في النفس يحس روحه اوتونوم ومسؤول وهكا يولي يعمل شويه سبور زاده فرصه باش يعمل سبور يبدا يفرع ويلعب مع الحيوان نتاعو وحتى فرصة للعبيد اون فيت خاطر عبد كيبدا عنده كلب لازمو يخرجو امه نص ساعة يحوس بيه باش يعمل مخ هو زادا يعمل مخش دونك سي تري امبورطون مي سينو الحيوان زادا راهو اهم من هذا عنده خاصيات برشا باش يطيح نسبة مستوى الدم عند الانسان نسبة الكوليسترول في الدم كيقعد 30 مينوت بحال العبد دونك سورتو كي الدهنيات الثلاثية لي تريغليسيريد اللي هي كي تتراكم في الدم تعمل مشاكل على مستوى القلب ويهبط زادا نسبة دقات القلب وكيف كيف كي يقعد حيوان بحذاك ياسمين بدنك يفرز مادة الدوبامين والسيروتونين اللي هي تتسمى هرمونات السعادة واللي هي مسؤولة اللي تخليك فرحان دونك فينالمون فرحة اكزاكتومون دونك سي ان انتي ستريس الحيوان وصفات هذيا فما صفات اخرى كيما مثلا ينجم ينتبه ولا ينبه الكريز باش تجي نتاع امراض عده كيما مثلا غيبوبه السكري ولا باغ اكزومبل الكريز النوبه نتاع الصرع خاطر عنده حاسه الشم نتاعو ديفلوبي على الاخر كيما القطوس والكلب شفتو دونك انت يبدا عندك في العائله حد مريض على لا يقدر دونك هذيا الكلب ولا القطوس كيما موجود بحذاك باش ينبهك ويمثل قوش عليه انذار النوبه مسبقه باش تجي دونك انت تاخذ احتياطاتك يا ما تخليش العبد هذاك يخرج باش ما يتيحش برا ولا يبدا بعيد على حاجات اللي تنجم تضره ولا يبدا عندك ديجا ادوية. الخاصيات هذه الكل نتاع الحيوانات خليتهم يستعملوهم في العلاج عند العبيد الكل يتسميوها نجو ثيرابي ما عادش كان سمعت بها قبل سمعنا بها موجوده قبل من عهد الاغريق اون فيت يستعملوا في الحصنه يستعملوا في الدجاج لي زونسيان كومباتون اللي يجيو متازمين من الحرب ولا صارت لهم اعاقه دونك ينساو كل كريز اللي صارت وينجموا يسانفيستي مع الحيوان ولا يتجاوزوها وفما زادة في الزوبيتو السبيتارات يستعملوها خاطر أثبتت الدراسات اللي وجود حيوان في المستشفيات تخلي المرضى قابل أكثر باش يداوى وباش يبرى يعطيك الفولونتي ويعطيك الإحساس اللي هو ينجم يتخطى الفترة الصعيبة اللي قاعد يمر بها يحفزوا باش يبرى ويطلع له في المناعة نتاعو ويستعملوا زادة أبروبو في المراكز علاج الإدمان نتاع الكحول ولا نتاع المخدرات كما يستعملوا في دار المسنين تعرف أنت يبدأ حاسس بالوحده دونك يخرجوا ماك السيركل نتاعو هذاك ويفرهدوا سورتو كونت يساجي دي زوازو خاطر الحس نتاع العصفور هذاك يدخل البهجه والسرور وديجا يخلي العبد اللي ما عادش عنده حاجه يعملها في الدار هذيك اوموا يتلهى به واكلوا يقص له الخبز تروف تروف ودايوغ اللي عندهم تصلب في اليد سي تري كونسيي اون ديغي دي سيونس دو كيني نجموا نلقاو زاد العلاج هذايا في برشا بلايص حتى في السجون استعملوها في الولايات المتحده وفي أوكرانيا استعملوها للمساجين باش يعاودوا أهلهم ويخليهم يندمجوا مرة أخرى في المجتمع دونك فينالمون سا بيس أوسي لو تو دو كريم معناتها عنده كان الفوائد معناتها دافواغ أن أنيمال دو كومباني ما نجم يكون كان عنده فوائد باهية لكن علاش اليوم ديما في تونس مازال عندنا كنظرة اللي هو سي أن بريفيليج للطبقة معينة اليوم باش واحد يكون عنده كل حيوان هذاك نعرف اللي حلم أي واحد يربي قطوسة لكن مازلنا واهقين مازلنا ما نعرفوش قيمة الحيوان هذاك مازلنا ما نعرفوش كيفاش يمكن يسانفيستي من الاول ومن بعد يجبد روحه علاش؟ بارفوا سي ان كابريز العباد تنفح من الاول وبعد تير لها نفحه وبعد يقول لك لو كو الي الفي خاطر يستحق مصروف زاد الحيوان راهو ماهوش بلوش ياكل ويشرب ويلزم ويمشي طبيب البيطري دونك فما مصروف مي انت كي تغزر بعد الانفستيسمون مش يرجع لك على صحتك وعلى السعاده نتاعك لازم منها فينالمون الحكايه هذه دونك فما يحسن لك الوظائف العقليه الوظائف النفسيه الوظائف الاجتماعيه الاندماج في المجتمع الوظائف زاد الفيزيائيه دونك فينالمون عنده كان الفوائد الحيوان ما ينجم يكون كان حاجه باهيه خاصة عند الصغيرات زاد اللي علمهم برشا وينجم يخليهم كالم ريسبونسابل اكزاكتومون اكلاج اليوم نجم نقولوا صغيري نجم نشري له تشري له ولا تادوبتي خاطر وقتها مضاوحين بالجيرات نجم احنا خلينا نمشيو للادوبسيون خلينا نمشيو للادوبسيون سي فغي هذه ذكرتي فيها خلينا نبعدوا شوي على كل الكلاب اللي راهم في الشارع وخلينا نبعدوا شوي على قطاط اللي راهم في الشارع ونبعدوا على الطريقه الوحشيه اللي قاعدين يتعاطوا بها معاهم كيفاش نقتلوهم زاد
اي لا بتاج هذيك سي تان سوجي انورم كبير اما يظهر لي القول وحل يظهر لي القول بدينا ان شاء الله نواصلوا على المنتج هذايا فما كوبيراسيون تويكا قاونوا يعملوا تعقيم في البلديات ان شاء الله البلديات الكل الطبقه سا دوموند شويه فولونتي و سي دا سنسيبيليزاسيون تاع لي سيتويان زيد لي زوم يتعاونوا المجتمع المدني والحكومه والبلديات والحكومه اكزاكتومون ابروبو دي زانفون ان فيت يستعملوا زيد عند اللي عندهم اضطرابات سلوكيه كيما اللي عندهم مثلا تنمر هايبر اغريسيفيتي ولا هايبر اجيتاسيون والا حتى اللي عنده ان سبيكتر اوتيستيك معناها الاطفال المرضى بالتوحد خاطر يعاونهم باش ياخذوا ثقه في نفسهم باش يعملوا سوسياليزاسيون ويوليو او موان يتفاعلوا مع يكومونيك مع الحيوان بالحيوان وكل حيوان يندمج الطاقه نتاعو مع طاقه الانسان ويمتص الطاقه السلبيه دايو يقول لك ما نعرفش اسكو سي فري ولا لا سا نا با ايتي بروفي سيانتيفيكمون اللي القاتوس كي يبدا بحذاك وانت تحس بالالم في اي بقعه من بدنك هو يمتص لك الاحساس هذاك او لي زوند نيجاتيف فما فيها وعليها مي ان توكا سو كي سيغ الغرغيره نتاع القاتوس لا هونغو ثيرابي يستعملوها في الميديتاسيون جوستومون ويستعملوها حتى لي زورتوبيديست مش في تونس بلا محاله ولي كيني وحتى لي شيرجيان في التئام الجروح ولقيتها هنا اون ابليكاسيون زاده باش نجم ترقد صغير اي عطاتك صح لقيتها في دي ابليكاسيون باش ترقد صغير قلت لك فين عمر اليوم نجم ندبتي ولا ندخل حيوان لداري بالنسبه للصغير هو يقول لك قد ما تدخله بكري قد ما يطلع صغير عنده اقل مشاكل صحيه واقل الرجي 15 à 20% اقل دونك تنجم تدخلو ا بارتير دو 3 mois اذا كان انت لازمك بيان سور تعس على صغيرك خاطر القطوس ولا الكلب ماهوش اغريسيف اما ما تعرفش يرزونا عليه لازم عسى سينو تنجم تدخل ا بارتير دو 2 ans يكون طفل ولا صغير فاهم دو كوا يساجي ينجم يلعب معاه ما يوجعوش زاد خاطر رد فعل القطوس ولا الكلب ولا اي حيوان فيزافي اون اغريسيون من طفل صغير ما يفهمش زاد باش تكون عادي معناها باش يدافع على روحه يمكن يخبش يمكن معناها فينالمون حتى كي باش تجيب حيوان في العمر الصغير لازمك تكون موجود معاه وتعلمه لهذا راهو حيوان يحس كيفنا لازمك تمسح عليه هو بيدو نهار اخر حتى كي يلقى في الشارع مش امشي حجر امشي جيب عصا كيما راهو برشا صغار توا مالوغوزمون دونك هي فينالمون ثقافه يعلموه والديه من الصغرى وهو يستانس بها ويطلع قلت لك بلو سوسيال الصغير واقل عرضه للامراض دونك فرصه في عيد الحب بوركوا با بونسي ان كادو كوم سا فوالا ينجموا ياخذوا قطوس ينجموا ياخذوا كلب ينجموا ياخذوا ما نعرفش انا برشا فما برشا حيوانات اخرى عصافر كوشون داند بون الكوشون داند دوري دو فين تاعو ابوبخي 3 سنين فوالا دونك العصافر كما قلت عندهم ثيرابي باهيه بالنسبه للانسان معناتها ينجموا يرتاحوا وينجموا كل زقفقه بتاعهم ويخلينا هكا فرصه باش نهتموا بكل حاجه هذيك ونخرجوا من المود وجوج ما بتاع نهار كامل عرفت تبدا اي فوالا لو ستريس نروحوا لك الحيوان هذاك نرتاحوا معاه نتفرهدوا معاه نلعبوا معاه وبوكوا با اون في اون اكتيفيتي فيزيك معاه كي نخرجوا نعملوا جري ميرسي بوكو غزوه ما ماكش تمشي ديك فارغ على خاطر زاد احنا شنو نقولوا لك كل عام وانت حي بخير بمناسبه عيد الحب ونهديوك هالكادو الصغير من عند سويت فلاور بوان ان تي ان ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وان شاء الله زاد ثقافه الحيوانات تتعمم تكثر في تونس وما عادش يقعد ان لوكس بالنسبه لعائلات معينه ولا بالنسبه لطبقه معينه وندخلوها في ثقافه فتنا ونلقاو حل زاد للحيوانات السايبه بطريقه اومان سورتو اومان كل عام وانت حي بخير عايشك ياسمين ميرسي كل عام وانت الحب هالغنيه الحلوه لكم انتم كل عام وقناة حنبال حية بألف خير كنا نشوف فيها الأغنية الجديدة بإمضاء كل من فايز المحرسي وليد صاحب بعد شوية باش يكون عندنا رتور على الأغنية هذه لكن قبل هذايا خلينا نرجع مع الشيف لطفي الشيف فين وصلت خبز الجاتو؟ صحيح حاضرين حاضرين حاضرة تعمل كيف؟ عملنا البسكويت نتاعنا حضرنا الكراموبير مسكيناه بالكراماليزي الفروي ساك طايب الكراميل الداخل هذايا ما بين دو كوش كوش كريم كريموبير كوش شوكولا غناش غناش شوكولا هو في الحال كوش الثالث الفروي ساك تبقى 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 بسكويت بعد شوي نقصها ونشوفها كيفاش تخرج معناها تبقى الطبقات وعملنا السيجل نتاع القناه حنا بعد بطبيعة الحال نحتفلوا اليوم العيد رقم 15 على قناة حنا بعد تقريبا اغلب التحضير كل جاهز. اوكي انت حتى من اللوجو معناها الفيلم تاع قناة حنا بعد البليكول هذيك معناها موجودة نمبر 15 حنا بعد بات داموند هذايا الديكوراسيون فلورال قداش شدتك؟ نص ساعة كل نص ساعة؟ نص ساعة خبز قاتل كلها نص ساعة؟ طبيعة ما شاء الله احنا في عصر القوة اي وعصر المطبخ الرقمي تو تو تعدينا المرحلة القديمة دخلنا في المطبخ الرقمي الديجيتال
واو. في نفس الوقت يعني في الحلويات ولا في الطبخ ولا في المفتحات ولا في المعجنات حتى في المخبوزات زاد. قلت دخلنا في المرحله الجديده تو 2020 بدينا صفحه جديده للمطبخ التونسي. قاعدين نخدموا على حاجه اللي هي المطبخ الرقمي باش نعرفوا بالاكل التونسي بصفه عامه. هذه لازمتها المره اخرى تكون بحثنا انفيتي نحكي فيها بالتفصيل ونشوفوا ونتعرفوا اكثر على خصوصيات المطبخ الرقمي. بعد شويه شاركني باش نشوفوا الجاتو كيفاش من داخل وباش ان شاء الله نقصها ليكيب الكل ونتسيو. يعطيك الصحه شيف لطفي شيف اوتيل تلاسا سوسه. بعد شويه باش تكون ضيفتنا الفنانه اماني الرياحي. خلينا نشوفوا الكليب نتاعها اللي هو يتماشى مع جو عيد الحب وسان فالنتان. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وديما معكم على قناة حنا بعد. نور الشمس في عيونك والروح ضايعة من دونك، هذا إنتاج جديد الفنانة شابة تجيب حذينا اليوم أماني رياحي. وكما عودناكم في قناة حنا بعد يكونوا حاضرين بحذينا ليزارتيست جان بالإنتاجات بتاعهم، وديما باب برنامجنا محلول وديما باب قناتنا محلول أكيد لها شبان هذوما بور لي بوستي وهكايا نحاولوا نساهموا في تعريف بإنتاجهم. أماني رياحي مرحبا بيك، فنانة شابة ما عندكش برشا عام وأشهرة لكن إكسبريس تبارك الله عليك، خدمة كبيرة، ألبوم موجود، الأغنية هذه ما عندهاش صويعات من اللي خرجت سبيسيال سان فالنتان، ثاني أغنية في ألبوم كيما الريح. مرحبا بيك، احكي لنا شوية على هالوفرة بتاع الإنتاج، احكي لنا شوية على هالشغف اللي دخلت بيه لهالدومين هذايا. والله انا اول حاجه سعيده برشا باش نكون معاكم اليوم في المناسبه الحلوه هذيا، وسعيده على الاخر زيدا باش نقابل جمهور قناه حنا بعل. مرحبا. فوالا نور الشمس في عيونك هي كانت ثاني اغنيه من البوم كيما الريح، كانت نزلت اغنيه كيما الريح اللي هي متسمي باسمها الالبوم السنه الفارطه، وكانت زيدا فيديو كليب اخراج المخرجه رميسه مرسني. وكان هذيك اول كونتاكت مع الناس مع الببليك. مع الببليك سبع اغنيات في الالبوم هذيا، والالبوم هذيا كل اغنيه حبيت تخرجها وحدها، كل اغنيه حبيت تهبطها وحدها. علاش مش كل اغنيه تاخذ حظها وهكايا تعرف ان هي اللي باش تكون مثلا الفاغ، ولا علاش معناتها تمنهج هذايا؟ نعرف ان اللي يقول البوم يهبط الكل ويخلي اغنيه. والله الحقيقه حبينا نخليه كل اغنيه تاخذ حقها تاخذ وقتها، وحبينا زيد تعرف توا الناس ولات تركز اكثر على الصوره والانتاج نتاع الفيديو كليبات يستحق شويه بيريود يعني باش نجموا نعملوا ليكيب ونحضروا السيناريو كل شيء يعني. فاخترنا انه تكون بشوي بشوي يعني، كان فما مدة طويلة شوية تتسمى ما بين كيما الريح ونور الشمس، أما الأغنيات الجايين إن شاء الله باش يكونوا لفلف. تك تك، باش نقاوموا ورا بعضهم هكايا، من غير مناسبات معناتها، من غير مناسبات. قولي يا ميني، كي دخلت للدومين كان عندك بريجي، كان عندك بيرسيو مثلا، إسكو الكلام اللي ديما يتعاود اللي فما صعوبات، اللي راهو دومين صعيب، راهو بور إكزيستي فو فورجي، كيفاش كانت لامبريسيون تاعك؟ صحيح، هو ديما في أي دومين تلقى ديما أحكام مسبقة يعني على المجال هذاك، أما انت تحاول تدخل بالايمان نتاعك وبالحب نتاعك للدومين هذاك، وهذاك شنو هي صار فعلا من الاول فما شويه تردد وكل شيء، اما بعد تلقى روحك تعمل في حاجه تحبها، وانت تعرف يعني حتى في الدومين نتاعك تلقى روحك تحب على الاخر انك باش تقابل الشاشه وباش تحكي مع الناس وتتواصل معاهم، وهذه كانت حاجه رغبه كبيره يعني في داخلي، وقلت بازي يعني يلا بوكوا با. دونك مع الانتاج الخاص نلقاوك زاد عملت ديكوفر، عملت اغنيات معودين، اغنيات حبوهم الجمهور بتاع الفنانين هذوكم كيما ادم كيما نصيف زيتون. احكي لنا علاش الاختيار بتاع ستيل هذا، خاطر كي يقولوا ادم ونصيف زيتون نقولوا ستيل معين بتاع اغنيه، معناتها ما اخترتش نامبورت كي باش تعمل له الكوفر بتاعه. صحيح، والله في الكوفروات ما كانش فما توجه اكثر نتاع الناس شنو هي باش تحب، بقدر ما هو زاد الاغنيات اللي انا نحبهم ولا نسمعهم ياثروا فيا. يعني انا كيف بديت نغني مع مجموعه جهر الموسيقى الملتزمه، بديت من الموسيقى الملتزمه، اما ممكن الحاجات اللي ما يعرفوهاش الناس اللي وقتها كانوا يسمعوني في الـ في الـ في القالب هذاك، انه انا نسمع كل شيء يعني، نسمع شرقي طربي هندي ارميني، وبعد باش نحكيوا عليها ديجا الحكايه هذيك، يعني نحاول لو ماكسيموم انه وزني تتعبى برشا
برشا موسيقى وانماط باش هكا تنجم تاخذ نمط. هو الانماط الكل باش يكونوا حاضرين اكيد في اعمال جديده تنعطيهم ابيرسو. دونك عندك البوم جديد في الافق اللي هو سبع رياح اللي باش تتعامل مع التراث التونسي مع اللغه او الانماط الموسيقيه الارمنيه والتركيه وبرشا لغات. هذاك علاش هو صحيح الوقت قصير، ان شاء الله ترجع بحضينا ونحكيو اكثر على جديدك ونحكيو برشا على اغنيتك الجديده. باش نخلي الختام يكون بصوتك انت مع اغنيه انا سمعتها ونحبك تعودها، قولوا لي روح برانيه تراثنا سيغي. خلينا نسمعها بصوتها هذا. حاضر نزوف يا الغفري هاتيك صاغيك بانشيلو وفصار فوري هاتيك صاغيك بانشيلو وفصار فوري هاتيك سرفتي وصفيراتك يونا يامك دورك بانتسل مانو مناتل ساري سيرون يار ساري مخاطر اخشيج ميخاك سيرو غراك بير قالوا لي روح براني انا براني انا براني قالوا لي روح براني وقعدت من تصويقة كبيرة يظهر لي تسحق تصويقة كبيرة. ميرسي بوكو أماني رياحي، هالصوت الحلو هذايا نأكد لكم باش يكون حاضر معنا في برنامج جدارنا وباش نحكيو أكثر على جديده وباش نسمعوا أكثر ونتعمقوا أكثر مع صوتها. ميرسي بوكو كونك نورتنا كالعادة. نعاود نذكر اللي برنامجنا مفتوح عليكم كان تتواصلوا معنا على الفاش فيسبوك دارنا وعلى وإلا على رقم الهاتف 50 70 70 70 باش هكايا نقعدوا في تواصل وتعطيونا جديدكم تكونوا حاضرين معنا. بربي نعملوا نظرة على تابلو اللي كملته أنيسة روابح اللي كانت قبيلة حكيت لنا على الطريقة اللي تعاملت بها مع تابلو. هذيك تابلو سبيسيال الكنزيام أنيفرسير القناة حنا بال. ميرسي أنيسة روابح، ميرسي على التقنية هذية وميرسي على الفكرة اللي نعطيوها للسيدة المشاهدين باش ينجموا يخموا في لي كادو دو سان فالونتان. وأنا باش نعطيك كادو، باش نعطيك وردة من إهداء عبد الكريم بن صالح. باش نقول لك ميرسي بوكو اللي نورتنا. يعيشك، ميرسي بوكو. ما تنسيوش بعد شويه عندكم موعد مع وليد الصالحي وفايزة المحرسي وليد الدار، باش نحكيو شويه ربخوها شويه نسمعوا شويه موسيقى ونسمعوا جديدهم وهالديو الحلو اللي عامل ضجه. ما تنسيوش زيد موعدكم مع برنامج دارنا متواصل على طيله الاسبوع من الاثنين حتى كشي للسبت. كل عام وقناه حنبال حيه بخير، كل عام واحنا حيين بخير. تقنيين، صحفيين، عمال، اداره، موظفي قناه حنبال، ان شاء الله من حسن إلى أحسن، إن شاء الله ديما متألقين. نمشي للسبات.
قناه حنبال وفرحانين برشا اللي تلحقوا بينا توا في المشاهده. نقول ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. قناه حنبال تحتفل بعيد ميلادها 15. ان شاء الله كامل الفريق حي بخير وكيف كيف كل المشاهدين اللي اكيد كما قلنا اللقاء هذايا واعد ميلاد حنبال يتزامن مع احتفالاتنا بعيد الحب ولا السان فالنتان. ان شاء الله كل المحبين وكل العشاق وكل الناس وكل المحب في الدنيا هذه بألف خير، خاصة وأنه في عيد كمان هكا هي مناسبة باش العاية تتلم، باش الحبة يتلم، باش الأصحاب يتلموا، باش يعبروا على محبتهم لغيرهم، على خاطر بالمحبة أكيد نجموا أن نسويوا علاقاتنا ونقدموا في حياتنا ونقدموا ببلادنا. احنا بكي شوية كنت تذكروا شفنا فيديو كليب جديد لزوز هاني نحبوهم برشا، نحكيوا على فايز المحرسي ووليد الصالحي، وقلنا كنا بعد شوية باش يكون عندنا عودة على الأغنية هذه، وإحنا فرحانين برشا باستضافة فتهم اليوم في عيد ميلاد قناة حنبال. ومادام نحكيوا على عيد ميلاد قناة حنبال هاو نشوفوا التابلو اللي خدمته أنيسة. بك شوية شفنا التقنية اللي كتبت بها قناة حنبال والبانتشور اللي خدمتها عن 3D. اليوم التابلو تحسوا مش عارف لكن صورة واضحة كما يلزم ولا لا، ما احنا في المباشر تحسوا بالحق وكأنه البانتشور اللي هو موفمون، ما نتحس بالفيبراسيون، تحس بالرولييف، بالابعاد الثلاثيه والثلاثيه الابعاد، حاجه تعمل 66 كيف، حاجه مزيانه برشا. ما نجمو كان نشكروها انيسه على الكرياسيون هذه واللي باش تكون موجوده في نحطوها هذه من بعد في البرودكسيون على القاف كلوار. باه عطونا نقولها بلاصتها، ماناش باش تضيع. خلينا نستقبل معكم بكل حب كل من فايزة المحرسي ووليد الصالحي. مرحبا بكم، كل عام وانتم حيين بخير. كل عام وانتم بخير. مرحبا وليد، فرحانه اليوم معكم يستخدموا عيد ميلاد القناه. يعيشك ان شاء الله ديما هكا ملمومين في المحبه وفي الخير والفرحه ان شاء الله يا ربي. وليد مرحبا بك، وبيك اكثر. كل عام وانت حي بخير. يعيشك. شاهدنا عليك. الحمد لله. لباس. الحمد لله ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. يعيشك. وانا معناتها الواحد حصل له الشرف الثالث هذا باش نحضر في عيد ميلاد حنبال ان شاء الله. الثالثه هذه ثالث مره. اي مرحبا. بتفدليك تو 15 عام. اي صحيح. هذا بتفدليك امس في الايام. الايام تجري. ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير والساده المشاهدين كل عام وهم حيين بخير. امين يا ربي. احنا شفنا بك شويه الكليب هذا اغنيه جديده جمعتكم الزوز. عشلام الشامي على المغربي قال المصري، معناها كيفاش جات الحكايه؟ صدفه حلوه مزيانه، جيت باقتراح من الشاعر والملحن ايمن الخليفي. هاي. اللي هي عرفتني به الفنانه الصديقه زينه القصرينيه اللي نوجه لها تحيه. وسمعني الأغنية عجبتني وقال لي اش قولك ان غنيها ديو انت وليد. قلت له علاش ليه، خاطر وليد نحب صوته برشا ومن الفنانين اللي عجبوني ما شاء الله عليه، معناه ماشي في طريق حلوه برشا. دونك هو كلمه ويثق ودينا نخدمه في الديو. قداش قعدتوا تحضروا فيها الاغنيه؟ عام هكاك. من عامين ولا عليه؟ ما هو بحكم هو يخدم وانا نخدم، معناها صارت ظروف. ما تسمعش كلامنا. مش عارفه معناها حضر عليها. هي الحقيقه عندها عام، انتم معناها الاغنيه كانت تجمع السيونس دو ترافاي وكل واحد رجع قعدتوا برفتوا سجلتوا. 20 يوم ميم با 20 يوم ماكسيموم. باهي انا حابب احكي لي وليد على الجو نتاع التورناج نتاع الكليب. الكليب الفكره تقولش عليها مصريه مش تونسيه، كان واحد في الغيط المصري قال قايل نشوفوا فيك الجو الفلاحي. هزنا هالعالم اخر. كيفاش كانت الفكره نتاع الكليب التصوير نتاعه؟ والله الكليب الفكره معناتها كانت اوريجينال على الاخر. الاغنيه جوها بدوي، ميزانها بطيني بدوي. ما حبيناش نخرجوها معناتها من الموندو نتاعها، ومتوحشين احنا الناتور نتاعنا ومتوحشين البساطة نتاع الحياة الريفية. وظفناها وجسدناها في الـ في الـ في الإيماج، معناها مسينا الخضار، مسينا الكولور الحلوين نتاع الناتور نتاعنا. تحسوا حي معناها. كلنا البساطة ونتاع الكولورات نتاع المالية نتاعنا وكل الدبش نتاعنا العربي، الدنجري الفازات هذوك، ومشيت على المحلاها. أوريجينال مشيت. ياسين تبقى نوجه له تحية. هو المخرج نتاع الكليب. ومن بعد حبينا نحييو المرأة الريفية العاملة اللي تتعب اللي تشقى تقوم بكري باش احنا ناكلوا من يديها، باش حبينا نعملوا هكا تحية ليهم الكل سواء المرأة ولا الراجل. اللي كل واحد يخدم في الثانية ولا في بلاصة هكا فيها الفلاحة. وتعدى واحد بالشريط عجبته طفلة قاعدة تفلح، فهمتي ولا لا؟ حبينا نوريو المرأة
المراه الريفيه المزيانه اللي مش ما وريناهاش خد تخدم بركه معناها ومن تو هي تخدم وعامله جو فرحانه شيخه مع اصحابها مع عائلتها مع اخواتها. وحبيت نشكر خوله كنويته بوتيك خوله كنويته اللي هي معناها بالنسبه للبسه زاد يعطيها عطتكم اللبسه المشي مع اسامه السولي صديقتي ألفا نفزي ورجلها فرح اللي هو زاد عاوني برشا في الانتاج معنا برشا ناس وقفوا معنا يعطيهم الصحه. فايزة الغنايه اللي فاتت في الفيجوراسيون كان فما وجوه معروفه في الغنايه هذه انت وليد نفس الشيء معناها وجوه معروفه شفناها معاكم في الكليب ممثلات طبعا وجههم تحيه خاطر على اول ما كلمتهم مدام عزة بولابيار وليلى الشيبي وسهام مصدق روضة المنصوري الإعلامية شيماء شمام تونسنا الحق ما قالوناش ليه معناه فرحوا ومن غير حتى ما عرفوا شنية الغنية ولا سمعوا ولا شافوا شنية القصة معناه حسيتهم يعطيهم الصحة معناه فما ثقة متبادلة ونواجه لهم تحية ونقول لهم ميرسي بوكو ربي يفضلكم. ونشوفوا في التصور نتاع الكليب وليد بعد الغنية هذه فما عمل فيها صاحبي سمعت هيك أغنية أخرى ان شاء الله عندي برشا انتاج جاي منهم الاغنيه نتاع سامحني قصيت عليك الممثله السمراء الحلوه ريم الحمروني ريم الحمروني صديقتنا هاي ريم سلم عليهم سمرة قابس انا نعيط لها ان شاء الله عندنا برشا اعمال ان شاء الله من جملتهم ولا يمكن اللي باش يسبقهم الكل عامل فيها صاحبي كلمات والحان محمد جبالي وتصور واخراج الكليب حسام الساحلي ان شاء الله ان شاء الله وقاعدين نحضروا سجلتها ولا مازالت؟ هي تسجلت وقاعدين نركحوا في جوست في الكليب هكا مازال ما تصورتش؟ مازال تصورتش هذه اغنيه رقم قداش 88؟ تنجم تقول توا هذه 89 عندي شاد الحساب راهو باهي وبالنسبه لك انت كيف كيف عندك كليب اخر مشيت تصورها عن قريب اغنيه جديده وفي بالي نقول ولا ما نقولش؟ لا نقول باش تصورها في سوسه كامل شغلت ان شاء الله هاي في البرنامج ان شاء الله باش تكون في سوسه هي كلمات والحان ارمستا وكافو نوجه لهم تحيه وستيل اخر معناها مش حتى الناس اللي تحبني وتشجعني باش تسمعني في جو اخر مش متعودين به جو شنو ديفيرون تونسي شرقي هاوس اوكي معناها ان بو مودرن شوي باش وليد سمعنا حاجه اليوم راهو دوزونا عيد الحب وعيد ميلاد حنا بعل معناها دبر راسك عيد ميلاد حنا بعد انا عندك الميكرو بلادور شغلني مثلا 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 حاجه هكا حاجه رومانسيه حاجه فريحيه حاجه جوستمو هذاك علاش انا مش معروف عليا رومانسيه في غنيتي اي نعرف شغلني حاجه على الحب غنيت برشا على الحب يا وليد لكن ديما في السونس اي خذ البارتي الكوبلي اللي يمشي على الحب عاونوا فايز موال نجم كل موال ها نعلم موال عندك شي موال هكا فيه تتغازل فيه عندنا مثلا يلا وليد صالح أمان 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 سحرني قدك وزينك وعيونك تسحر قتالة سحرني قدك وزينك وعيونك تسحر قتالة هزينا اش تعملي بيه هزينا اش تعملي بيه حرام عليك يا بنت الخالة أمان 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 أماني لا لا كاو يزي يا ولي معنا زيدنا راك سرحت انت سرحت في الغنية مش قلت لي قلت لك سرحت في الغنية سرحت في الغنية لا وقعدت هيك مركز معاهم على ومن بعد مشكلة ما نحبش نغني برشا على المحبة على خاطر ما نقاش معناتها كيفاش نقول لك انا نحب نغني الحاجه اللي انا نعيشها بالحق فهمت يمكن السونتيمون تاع الحب عندي في حياتي انا سكري مسكر عليه
فهمت ما نبارتاجيهوش معناتها فهمت هذيك هذيك علاش يمكن ما تلقاوش برشا في غنايات. حبيت نسلك قبل هذه الساعه جوج نتوجه بتحيه للسي صلاح الدين المنع اللي كيف زاد احتفل بعيد ميلاده وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. هو ابو زميلنا محمد المنع. اما انت جبت سي قلتها هي ابو زميلنا محمد المنع قلتها ابو زميلنا محمد المنع نتوجه له بتحيه واضح سي بون وصل الميساج ان شاء الله كل عام وهو حي بخير. الغنايات نتاعك وليد ديما مربوطين معناها بحاجه من الواقع معناها يا عشتها انت شفتها في الانتوراج نتاعك مربوطين بالمشاكل بصفه عامه مشاكل اليوتم الغدر التعب نتاع السيتياسيون نتاع نتاع الناس كيفاش تعيش المعاناه الماساه هذا هو الواقع المرير نتاع الشعب التونسي مالوريزمون حتى اللي عامل فيها فرحان راه ماهوش فرحان على يمكن يحب يصبر روحه ويخرج يعمل فرحه لروحه فهمت انا يمكن نغني على الجانب نتاع الاقرب لوجيعته الم لوجيعه لتمس الاقرب غاديك فهمت عامل فيها صاحبي من هنا زاد هالي معناها صاحبي تحكي على الخيانه بين الاصحاب عامل فيها صاحبي نجم نسمك منها شويه ما يصيرش امانه مانا 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 أمانا مانا 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 مرحبا بك اليوم معنا قناة حنا بعد كيف كيف فايزة المحل يعطيك الصحة مرحبا بك وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير إن شاء الله نتابعوا مع بعضنا الأغنية الجديدة قبل ما نكملوا باش نقول حاجة بما أن احنا في حنا بعد نحب نوجه تحية لأهل الجنوب الكل اللي عنا إن شاء الله 19 فيفري حفل خيري الخونة موفق بن حميدة إن شاء الله ربي يشفيه في القاعة المغطاة في مدنين باش تكون معنا زازا وليد الصالحي رؤوف ماهر فيصل الحذيري وفرقة زيدون للدبكة السورية إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله أهلنا في الجنوب يكونوا يدعموا الحفلة هذه إن شاء الله ربي إن شاء الله بالتوفيق. حابي جوست نتوجه بتحية للونيفير دو روتان البارتنير بتاعنا في برنامج دارنا كيف كيف تحية لزهور عبد الكريم بن صالح وأيضا سويت فلاور كوانتيان اللي حابين نهديو لكم منها بمناسبة عيد ميلاد حنبعل وأيضا عيد الحب إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير. وليد كيف كيف شوف اللي كنتي ولا مشاديها مش عارف كيفاش خلينا نسيها الروحي عيد ميلادي 18 فيفري ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله كل عام وانت حي بخير اول كادو يصير بالمسابقه. خلينا نستقبل كيف كيف الشيف معنا شيف لطفي اللي هو شيف اوتيل تلاسا سوسا. مرحبا سي لطفي يلا خلي نقفوا مع بعضنا كنزه بن تراجي به كنزه بنت اوكي سكريبت كنزه كيف كيف نقول ان شاء الله كل عام وانت حي بخير نقصوا خبزة الجاتو وقفوا معنا مرحبا بكم مرحبا بكم يلا عندك انت 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 انا مش نقص خاطرك انت يدك بي علينا ربي علاش ديما تشجع فينا ديما دعم فينا بسم الله الرحمن الرحيم في الاغنية التونسية هلولة مش معنا هلولة والكاميرا هذا قصة نتاع معلمية تعالوا من عندك شيفرة فوالا فوالا يلا فوالا تفضل تفضل ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير تحية لكم الناس الكل ميرسي ليكيب الكل ميرسي للستاف الكل. ياسمين ايجا ياسمين ايجي ايجي كيما كيما ميساج ميساج يلا يلا ياسمين محليها ياسمين كيف خلينا نسلموا بعضنا خلينا حنا بعض هاي اللي جا بحذنا هاي اللي جا بحذنا غزوة إجاو 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 مسيرش مسيرش يلا إجاو إجاو بهاك كيما إحنا هذه الكواليس نتاعنا يا جميل سنح إجا 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 فارس مرحبا 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 تحية لكم الناس الكل إن شاء الله كل عام وأنتم حين بخير كل عام وتونس بخير كل عام وقناة حنا بعد بخير كل عام والجمهور التونسي بألف ألف خير. ميرسي لكم الناس الكل خليكم ديما معنا لحداشنا 675 فيرتيكال هذه هي الفريكونس نتاعنا على ساتيليت على تلسات. ميرسي لليكيب الكل وميرسي لكل من شكون من تعدى وباش يتعدى على قناة حنا بعد في الأمان.